يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليكم يا باحثا عن حسين عن حسين عن حسان يا سائلا عن حسين عن حسين عن حسان هذا هو الحسين برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة مجموعة حلقات هذا هو الحسين إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء الأموات منهم والأحياء انهم في التقصير العقائدي والبتريه العقائديه على حد سواء الحلقه التاسعه بعد المئتين يا حسين البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبية, الذهبيه اعرف امامك وعرف بإمامك, بامامك المعرفه الذهبيه, الذهبية امامك دينك, إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة, العبادة الذهبية. الذهبية رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك, إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج, منهج أصحاب العمائم, العمائم الإبليسية الكبيرة, الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقاً, طلاقا بائنا, بائناً لا رجعه فيه, 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 فيه ان كنت, إن كنت راغبا, راغباً في ايمانك هذا هو الجزء الحادي عشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه الكذبه الكبرى التي كذبها علينا مراجع النجف وكربلاء ومن تفرع عنهم كذبوا علينا وقالوا لنا من ان الامه قد صلح حالها وحسن امرها بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه والامر ليس كذلك تقدمت المعطيات والتفاصيل وهذا هو الجزء الرابع من التطبيق الثاني الذي عنوانه السيستاني تطبيقات في واقعنا الشيعي وتحديدا في واقعنا الشيعي المرجعي مر التطبيق الأول عنوانه محمد باقر الصدر وهذا هو الجزء الرابع من التطبيق الثاني الذي عنوانه السيستاني 12 سبعة ألفين وعشرين ميلادي يوم مر على مدينة الناصرية بمأساة إنه المستشفى المحترق احترق المستشفى بمن فيه من المرضى والمرافقين للمرضى والعاملين في المستشفى صوره من صور الفساد والافساد في واقعنا العراقي الشيعي تحت خيمه مرجعية السيستاني وسلطة حكومته في كربلاء وفي بغداد سأعرض لكم مجموعة من الفيديوهات تخبرنا بشكل إجمالي عن الذي جرى في يوم 12/7 2021 في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق أبدأ من هنا آي نيوز فضائيه اي نيوز النتيجه مع محمد الخزاعي هذا هو البرنامج واللقاء مع نائبه برلمانيه وفاء الشمري تحترق وزارة الصحة الطابق الثالث والرابع يحترق أه. اللي هي تحتوي الإدارية والمالية لوزارة الصحة وبالليل تحترق مستشفى الحسين وتنسي وزارة الصحة ينسي حريقها أها <applause> يعني تشيرين إلى موضوع أخطر من هذا بالضبط أكيد لأنه لازم يعني حريقها يعني تقولين حريق حريق مستشفى الناصرية يغطي على حريق وزارة الصحة على حريق لأنه ما بيها مجال يعني هسه هو أنت حتى الجاهل إذا تحدثه تقول له إنه الحريق شلون صار؟ احد حكى هسه حريق وزاره الصحه؟ لا فاحنا المفروض فتح تحقيق بحريق مم. وزاره الصحه وحريق مستشفى الحسين. ان اهل الناصريه يعني مو كبش فداء يوميه مصيبه، يوميه بل وفوق الجوع والفقر واللي عايشين به، بالاخص المحافظات الجنوبيه. محافظات الجنوبيه كل شيء ما شافت من الحكومه. يعني يطلع تظاهر ينضرب. يطلع يعني احنا هسه المتظاهرين الناس تطلع طالب بحقوقها نقص بالكهرباء زين فساد بالمس... بالمؤسسات للمؤسسات هذا هذا موضوع انه الحريق في وزاره الصحه والحريق في الناصريه والربط هذا مهم. هذا اعدكم في لجنه الصحه والبيئه تصور انا اليوم يعني يعني انا يعني يعني قلت لهم وباكر عندنا اجتماع آه. راح يكون ويا طالبنا بحضور رئيس وزراء م. وزير الداخليه وكيل وزير الصحه لجنه الصحه والبيئه ولجنه النزاهه راح يكون رئيس مجلس النواب زين وذا حضروا شو يصير؟ احنا حياه يعني هاي بالاخص هذه الحادثه ما تمر مرور الكرام. يعني مم. احنا يمكن ابن الخطيب صار عليها كلام وصار التحقيق ووصلنا للمرحله المتقدمه من التحقيق وشنو اللي سويناه؟ ما صار خافوا مثل لا يعني مثلا خافوا ردعوا شالوا زالوا الردهات الكرفانيه ما صار هذا الشيء. ليش؟ يعني احنا قلنا رفعنا توصيات إلى رئاسة الوزراء بعدم استعمال الردهات الكرفانية لمرضى كورونا. هل من المعقول أن وزارة الصحة ما تقدر تبني ردهات لاستقبال مرضى كورونا؟ صار سنتين الفيروس ما صار له شهرين، صار سنتين ما قدروا إنه يبنون ردهات. يعني هل المؤسسات اللي عندنا مثل هسه احنا بيوت تابعه للدوله، عندنا دوائر مغلقه للدوله، ما نقدر نستغل هذه الاماكن لمصابي كورونا؟ ليش يروحون على الكرفانات؟ ليش يروحون يعني الكرفان مثلا بلاش دا يجيبوه هم بفلوس هذا، فانت بدل ما تجيبه بفلوس ابني لك ردهات اه يعني القضيه قضيه قضيه فاسده؟ قضية فساد وزارة الصحة فساد من اساسها لراسها وزارة الصحة كلها فساد لانه احنا اليوم من تجي على مستشفى آه. وما تلقى بيها سرنجه لو ما تلقى بيها مغذي لو تروح تودي الفقير تقول له روح هو ما عنده ألف دينار بجيبه زين هو ألمان جاي للمستشفى بيش حاله مو هو الشيء ال مرتبط بشيء ال من قناة آي نيوز إلى قناة وطن تيفي وعبر برنامج في دائرة الخطر نشاهد عيان البارحة على حادثة حرق المستشفى والكارثة اللي صارت أرحب بي إذا كان يسمعني نعم سلام عليكم وعليكم السلام صديقي أريدك تخليني بالمشهد صار خلط للأوراق ناس يقول لك انفجار خلف المستشفى ناس يقول لك مفتعلة ناس يقول لك لا بسبب الخزن الغير آمن للأكسجين وصارت العملية أنت قريب من المشهد وشاهدت الجثث أمامك بس خلينا بالصورة أمام الرأي العام تفضل أخي أخي الكريم أه، تحديدا شنو السبب ما أعرف أنا كنت قريبة من المكان فجأة صار حريق جدا ضخم فأنا أخوي منتسب من ضمن الكادر الطبي الموجود طيب تعرف بقيت قلق اتصلت علي ما افتح عليه خط ثواني رجع هو اتصل علي قال لي ما اقدر احاكيك عندنا مركز النقاء احترق واذا بيكم ما فزعتونا لان جاي نحاول نطلع العالم وما نقدر طيب فانا كنت قريب جدا من المستشفى وياي مجموعه من اصدقائي جينا ركض للمستشفى يعني الحرق كان مركز النقاء كان الظهر مركز الحروق تحديدا فحاولنا نقدر نوصل لي جوه ما ما قدرنا المنظر كان عفوا كان جدا مرعب يعني ما اعرف صح احنا ما ما بعدنا ما شايفين يوم القيامه اغلبنا قلنا هذا كانما يوم القيامه احنا تسمع صرخات المرضى والمرافقين تسمع العالم اللي كانوا صار الحرق وما قدروا يدخلون المرضىهم اللي يصيح ابويا راح اللي يصيح امي اختي اهلي راحوا يعني ليش ليش كان ليش كان مركز مركز العزل مغلق ولذلك حصروا المرضى داخل هنا هذا المركز هنا هنا المشكله اللي اللي تقريبا سمعناها من رجال الاطفاء او ما عرف من اعرف منتسبين جوا قالوا انه المسؤول عن الباب قافله وطالع دا يتمشى ما اعرف عنده شغل كاملة ما اعرف هو الباب مغلق من زمان هواي علامات استفهام على هذا الموضوع وانه يعني قضيه اكثر من اكثر من حرق في يوم واحد مستحيل انه يكون هذا الشيء قدر طيب اللي راحوا اخر سؤال وياك اللي اللي راحوا اغلبهم مرضى لو اللي مع المرضى جايين أنتوا لان شهاده الشباب هواي طلعوا جثث من من داخل المستشفى شوف خل... خلي اخذناك بشغله انا ك... كمعلومه من مصدر طبي موجود داخل المركز وكمعلومه شفناها بعيوننا انه اغلب الموجودين هم المرضى الراقدين ومرافقينهم والكادر الطبي جميل انا اشكرك شكرا جزيلا صديقي على هاي المعلومات ونتمنى شفاء العاجل للبقيه نقد بالعراقي مع الاعلامي العراقي مهند القحطاني بسبب المواد المستخدمه في بناء هذه المستشفى وهي مواد سريعه الاشتعال وجدرانها مغلفه بماده الفلين حلت الكارثه فاجع في مستشفى الحسين في الناصريه اكثر من 55 شهيد كحصيله اوليه لحد الان نتيجة حريق نشب بالداخل ردهة العزل المخصصة لمصابي فيروس كورونا مصابي فيروس كورونا يموتون حرقا بين فترة وأخرى كذلك أطفال رضع ماتوا حرقا سابقا في مستشفى ابن الخطيب وحاليا في مستشفى الحسين في الناصرية هذه يقول <applause> أمها الله أكبر حسبي الله آه يقول أمها يقول يقول أمي يقول أمي الله أكبر الله أكبر مدينه الطب ببغداد وزاره الصحه ببغداد الظهر احترقت واليوم ما صبروا لليل لباكر يريدوا يحرقونه وحرقونه فعلا اللي هسه حاليا والله العظيم ناس بفحمه المرافق والمريض هذا جداره هذا هاي الرقابه الرقابه يا محافظنا يا محافظنا يا مدير الصحه صدام الطويل هذه في اللي. هاي مستشفاك الفلين هذا فسادكم هذا اهمالكم وبعدين يعني السبب معروف السبب الانتخابات السبب الانتخابات الجاية السبب الانتخابات الجاية والمقاعد أو فقط شباب الناصرية أولاد تشرين اللي الشرفاء اللي هم جاي يطبون عراية يطبون عراية يطبون عراية, عراية. ونعل على والديكم يا سفلة يا ما تستحون نعل على ابو شريفكم ونعل على والدي اللي يقول انتم شرفاء ونعل على والدي اللي ينتخبكم ثاني مرة صاحب الخي طلعت فحم اريد يطيب من كورونا يعني ظلينا ظل كورونا لازم بالبيت لا الله اكبر بعد هي معروفه ونعلى على والديكم والى قناه العربيه ابقى هيك ضحيه ليه؟ شنو ذنبه؟ وين شو اتحمل؟ شو اتحمل؟ ليه وحده ما تحملت هذا؟ ليه كلها ما نايم طلع يعني ثلاثة يروح في مفروض المسؤولية يعني شلون احتاج المستشفي؟ يعني لا عدم اطفاء نطالب رئيس الوزراء ونطالب وزير الداخلية ونطالب وزير الصحة هم يتحملون كافة المسؤولية ومن العربيه الى المربد أبرني ابو احمد هذا عبد الرضا ابن عمي وانا شنو الخبر اللي عندك؟ قلت له سلام مات قال لا اكبر من هذا الحكي شنو الاكبر؟ قال مات حازم اللي هو ابن اخوي ماخذ خبت. مات سلام مات نسيم مات محمد ماتت الحجيه مرت اخوي هي وبتها وكنتها انا لله وشنو هذا الوباء؟ قالوا احترق المستشفى، المستشفى شنو الحرقه؟ شنو الحرقه؟ هو كل استعداد هو مضخة وقود، بانجي خانة، شنو المستشفى احترق؟ حشو ما سمعنا بها ايش قد صار؟ عمره فوق 70 سنة ما سمعت مستشفى احترق. أما مدبرة وخلي يجون يحرقون بيوتنا، ليش يحرقون المستشفى؟ خلي يحرقون بيوتنا وخلصونا من حياتنا. وأما القضية عارض أمر رب العالمين، لا والله لا اعتراض على حكمه. لا اعتراض على حكمه. بس احنا الناشط الدوله والمسؤولين يسوون لنا حد نهائي احنا كنا بالمستشفى مرافقين مع الوالده وفجاه صار يعني جاء واحد يركض قال اكو حريق اريد الدفاع المدني طبعا ركضنا احنا شفنا اكو دخان خفيف إيه ورا شوية هذا الدخان صار كثيف ودخل للغرف بسرعة وسبب اختناق للمواطنين المرافقين والمرضى وسبب لهم الوفاء باقل من دقيقه لان انا واحد من الناس استنشقته توقفت الرئة لأن يعني جماعتي كلهم ماتوا تركوا أيتام بالنسبة للسلام ترك لثلاثة نسيم ترك لخمسة حازم ترك لسبعة زين محمد خطية ما مزوج زين أم عباس أتى ستة زين أم أكرم زوجة زوجة الدكتور تركت لها أربعة الباب مغلق انغلق علينا ما نقدر بعد منين نطلع فكسروه اللي موجودين خارج المركز هم اللي كسروه طلعنا برا طلعت انا برا اشوف شنو لقينا النار مشتعله بالخزان اللي قلت لك موجود داخل بصف المركز. بعد النار صار صوت انفجار مو طبيعي. انفجار بحيث تكون سيارة مفخخه مو مو خزان وقود. انفجار من صار انفجار بعد احنا شردنا ما ما بقت الناس. فحمت ظلت تقريبا عشر دقائق النار مشتعله والدخان والناس محترقه بمكاناتها اجت اطفاء واحده فقط سياره اطفاء واحده اجت. جرس يعني هو جرس هذا جرس انذار اللي, اللي موجود بكل دول العالم ما موجود يعني احترقت وتفحمت العالم ويلا هم اجوا بعدين وش الفائده؟ لقينا جثث محترقه والا باقى قليل من عندهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولحد الان زوجة الدكتور على ليس لها اي اثر لا عظوم ولا اي شيء وتعرفنا على الباقيين عن طريقه يعني والده الشهيد حازم عن طريق يعني قلاده ذهب تعرفنا عليهم عن طريق محبس ومن المربد الى ايرامينيوس بس احنا هنا لين بالعراق ما عندنا كل قيمه بالعراق ما عندنا كل قيمه عائلة ست نفر خمسة هذول الشهداء خمسة وظل وظل السادس ما عرفناه ما عرفنا وين صايرة هاي حلقتهم الأحزاب الأحزاب يمه... محمد حاسم سلام مسجد مسير... ومع العربية مرة ثانية. ماسات مسات يعني ما كنت اعبر عنها <applause> يبدو ان العراق مكتوب عليه اللوعات مكتوبه عليه المصائب جثث محترقه <applause> والله ظلم المستشفيات الاهليه سبب دمار المحافظه وتردي الصحه الصحه مترديه بالناصريه من ذاك اليوم لهذا اليوم بسبب المستشفيات الاهليه وما لي التماس كهربائي يا التماس كهربائي عمي يا, يا التماس كهرباء ولا يحرق مستشفى في عشر دقائق قبل اسبوع من الحادث كانت هناك وسائل للدفاع المدني لكن هذه الوسائل لم تعمل يوم امس ولم نشاهد هناك توقف للحريق استمر بسرعه كبيره الاكسجين وهذا المركز هو من المراكز المجهزه بانابيب الاكسجين ما عرض في هذه الفيديوهات أو ما قدمته هذه التقارير الموجزة لا يمثل شيئا من واقع المأساة التي حدثت في الناصرية لا من قريب ولا من بعيد لكن المتوفرة في الجو الإعلامي هو هذا الذي عرضته بين ايديكم والا فان الماساه اكبر من ذلك بكثير فهذه الفيديوات لم تنقل لنا صور الجثث المتفحمة وحتى لو نقل ذلك فإن المأساة كانت فيما عاناه الذين احترقوا مرضى مرافقون لهم من عوائلهم وأسرهم وعاملون في المستشفى الجميع أحياء فاحترقوا وهم أحياء ما هي معاناتهم ما هي آلامهم هل تستطيع الكاميرا أن تصور ذلك لذا قلت لكم من أن هذه الفيديوهات لا تمثل شيئا لكن الإعلام هكذا يشتغل الام عوائل الضحايا هذه الالام التي ستبقى مستمره هؤلاء تركوا اطفالا تركوا نساء تركوا وتركوا من الطرفين من الرجال ومن النساء الذين احترقوا جميعا في هذا الحريق الهائل كان حريقا هائلا والاشد الما والذي تعجز الكاميرات عن تصويره هو أن المجرم سيبقى طليقا يبقى طليقا بل سيكرم بل إن عوائل الضحايا ستقدسه تقدسه وتحترمه المجرم في النجا المجرم في النجف انني اتحدث عن المجرم الاصل المجرم الاصل في النجف ستتضح الصوره شيئا فشيئا بالتدريج يتحدثون عن السبب وراء هذا الحريق فيقولون انه الفساد الفساد في كل مكان في العالم يمكن ان يكون عنوانا مخيفا الا في العراق فحينما يحكم على شيء من ان الفساد وراءه فان المجرمين سيكونون امنين مطمئنين لان الفساد في العراق وخصوصا في الواقع الشيعي تحت خيمه السيستاني الفساد خيمه يستظل بها المجرمون الفاسدون ويعيشون في امانهم لان تشخيص السبب بالفساد هذا يبعث الامانه في نفوسهم لماذا لان الفساد له الحق ان يتحرك في كل مكان في واقعنا الشيعي في العراق من دون ان يساله احد مطلق الحرية للفساد وللفاسدين الذين يريدون محاسبة الفساد والفاسدين هم الذين سيعاقبون وهم الذين سيصبحون المجرمين واقع غريب لا يماثله واقع في اي بقعه من الارض على اي حال فحينما يكون الحديث عن السبب وراء هذا الحريق يقولون الفساد هذا الكلام صحيح لكنه كلام عائم اذا اردنا ان نشخص الاسباب المباشره لهذا الحريق هما سببان السبب الرئيس يرتبط ببناء المستشفى والسبب الاخر سوء الادارة في هذه المستشفى، سوء الادارة امر متفش في كل مكان في واقعنا الشيعي العراقي في كل مكان والواقع الشيعي العراقي اسوأ بكثير من الواقع السني العراقي واسوا بكثير وكثير وكثير من الواقع الكردي العراقي اسوا مكان في العراق واقعنا الشيعي وحيث يقطن الشيعه المحافظات الشيعيه انها اسوا مكان في العراق لانها تحت خيمه المرجعيه الفاسده المفسده وتحديدا تحت خيمه مرجعيه السيستاني هناك سببان مباشران السبب الرئيس البناء والسبب الآخر سوء الإدارة سوء الإدارة كما قلت أمر منتشر في العراق كله وفي المناطق الشيعية بشكل أسوأ وبنحو أقبح اما البناء وهو السبب الرئيس في الذي حدث وما جرى من ماساه على البشر الذين حرقوا في بنايه المستشفى هذه بسبب بناء المستشفى من جهه مواد البناء ومن جهه التخطيط ومن جهه الهندسه اما من جهه مواد البناء فان المستشفى عباره عن وحدات كرفانات بنيت وكونت من مواد قابله للاشتعال والاحتراق والتلف بشكل سريع لرداءتها اولا ولعدم مناسبتها لبناء مستشفى ولرخص ثمنها فهذه المواد مواد رخيصة الثمن صناعتها سيئة سريعة الاشتعال قابلة للتلف لأدنى سبب من الأسباب وهذا هو الفساد بعينه المواد التي بني منها المستشفى كانت سببا مهما في الخسائر الفادحه البشريه التي وقعت اما التخطيط مدينه كالناصريه الحراره فيها ملتهبه جدا في الصيف الاجواء قاسيه لا يناسب اجواءها ان يبنى فيها مستشفى بهذه الطريقه يسع عددا كبيرا من الناس من المرضى ومن المرافقين لهم ومن العاملين في المستشفى فهذا التخطيط تخطيط فاسد وفاشل ويكشف عن جهل المخططين كان بامكانهم ان يكونوا فاسدين ولكنهم يراعون امر التخطيط لبناء كهذا البناء وان ياخذوا بنظر الاعتبار البيئه التي يبنى فيها مثل هذا البناء واما الهندسه فليس هناك من مخارج امان وليس هناك من وسائل امان في هذه البنايه وإلا لظهرت اثارها فلماذا احترق الجميع وكأنهم كانوا في تنور كانوا في فرن لماذا احترقوا بهذه الصوره وبهذه الكيفيه فضلا عن سوء الاداره وسوء الادارة هذا مثل ما قلت قبل قليل امر منتشر في العراق كله لكنه يتأكد ويتشدد ويقوى في المحافظات الشيعية لماذا؟ لأن المحافظات الشيعية تقبع تحت خيمة السيستاني الذي جر الويلات على العراق عموما وعلى الشيعة على الشيعة بشكل خاص نذهب إلى فاصل <applause> على من تقع المسؤوليه قطعا تقع على مجموعه ولا تقع المسؤوليه اذا اردنا ان نتحدث بدقه على شخص واحد نعم اذا اردنا ان نشخص المسؤول الاكبر حينئذ تنحصر المسؤوليه الكبرى به لكن القضيه لا تنحصر بالمسؤول الاكبر فقط هناك سلسله من المسؤولين مدير الصحه في الناصريه مسؤول عن ذلك قطعا وزير الصحه مسؤول عن ذلك قطعا رئيس الوزراء مسؤول عن ذلك قطعا هذه السلسله من المسؤولين كل واحد يقع ما يقع عليه من الحق بحسب مسؤوليته الذي انتشر بين الناس في الشارع وهو ما تسرب اليهم من المسؤولين في دوائر المحافظه وفي الدوائر الصحيه تحديدا يبدو أن وقت فاصل أذان العشاءين وصلاتهما قد أدركنا تتمة الحديث بعد هذا الفاصل اللهم <applause> خص أنت ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم العان يزيد خامسا والعان عِبَادَ الله بن زياد وابن مَرْجَانَ وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم الغياب. حياكم الله قبل فاصل اذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينه لندن كنت اواصل حديثي فيما يرتبط بحريق المستشفى في الناصريه ووصل الكلام الى ان تسريبات وصلت الى مسامع الناس وخصوصا من عوائل الضحايا هذه التسريبات خرجت لاكثر من سبب هناك قضيه معروفه يمتى يتعاركون الحراميه يتعاركون الحراميه اما حينما يختلفون على قسمه السرقه او حينما تأتي ساعه العقاب ومن يتعاركون الحراميه تطلع البوكه فلهذا السبب تسربت تسريبات ولسبب اخر فالناصرية منطقة عشائرية والمسؤولون يخافون من المسؤولية العشائرية هم لا يخافون من المسؤولية القانونية ولا يخافون من المسؤوليه الدينيه انما يخافون من المسؤوليه العشائريه ولهذا سيتنصل من يتنصل من المسؤوليه وحينئذ ستشخص الجهات المسؤوله على أي حال ألهذه الأسباب أم لغيرها تسربت المعلومات ووصلت إلى الناس وبدأوا يتحدثون من أن الذي وراء بناء هذا المستشفى من أن الذي وراء بناء هذا المستشفى بهذا النحو وبهذه الكيفية التي أدت إلى هذه الفاجعة الكبيرة المسؤول عن ذلك العتبة الحسينية والعتبه العباسيه هذا الكلام انتشر بين اهل الناصريه وبداوا يتحدثون به في المجالس والمقاهي عوائل الضحايا عوائل الفاجعه الكبيره بداوا يتحدثون عن هذا الموضوع من ان الذي وراء بناء هذه المستشفى العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه ولا علاقه لوزاره الصحه بذلك هكذا انتشر الكلام وهذا الكلام لم يكن بعيدا عن الحقيقه هذا الكلام تسرب من المسؤولين المطلعين على ما يجري في كواليس اداره البلاد إلى الحد الذي خطباء المنبر بدأوا يطرحون هذا الموضوع على سبيل المثال رعد النمساوي وفي مدينة الدواية بالتحديد مدينة الدواية قضاء من اقضيه محافظه ذي قار من هذه المدينه كانت هناك ضحايا ضحايا في حريق الفاجعه هذه في مجلس عزائهم وفي مجلس فاتحتهم رعد النمساوي يتحدث عن هذا الموضوع الصحه ادبها على الدفاع والدفاع ايدبها على الشرطه والشرطه تقول انا ما دخل في جيبي شيء ما دخل انا عندي شيء جاء عمي اهل الناصريه هم حرقوا ارواحهم ها يقول والله الكرفانات للعتبه العتبه ما عايزه باقت بن حسين والعباس لما مل وبرضى المرجعيه والمرجعيه ما سولت ولو عندها انسان شاحجت وجاودت انه وفود وعزت الوادي مو وقفت وياها اذا السكوت علامة الرضا شيء مبين علينا هسه واحد يقول الشيخ يحرض يعز الله حرض حرضا عز الله حرض لانه من مذهبي من ديني ها اخلي من الاسلام لو لا اخوي لا رجاء اعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين التأكد من مضمونه الصحة يذبها على الدفاع والدفاع يذبها على الشرطة والشرطة تقول أنا ما دخل في جيبي شيء ما دخل أنا عم عندي شيء يا عمي أهل الناصرية هم حرقوا أرواحهم ها يقول والله الكرفانات للعتبه، العتبه ما عايزه، باقت بالحسيل والعباس لما مل وبرضى المرجعيه، والمرجعيه ما سولت، ولو عندها انسان حكت، وشاودت انه وفود وعزت الوادي ووقفت وياها، اذا السكوت علامه الرضا، شيء مبين علينا. هسه واحد يقول الشيخ يحرض، يعز الله حرض حرضا عز الله حرض لانه من مذهبي من ديني ها اخلي بالاسلام لولا اخو لولا هذا المنطق الذي يتحدث به رعد النمساوي كان منطق أهالي الناصرية عموما وهذه المعلومة معلومه صحيحه من ان الكرفانات هي كرفانات العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه وهذا المستشفى الذي احترق هو من بنائهم العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه هما وراء بناء هذه المستشفى التي احترقت قلت لكم قبل قليل اسباب هذه الفاجعه بناء المستشفى وسوء الاداره اما سوء الاداره فمرده الى مدير الصحه الى رئيس الوزراء اما سوء الاداره فمرده الى مدير الصحه الى وزير الصحه الى رئيس الوزراء الذي عين وزير الصحه ووزير الصحه هو الذي يعين مدراء الصحه في المحافظات فسوء الاداره هذا اتجاهه اما الفساد في البناء فاتجاهه باتجاه العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه وكلا الاتجاهين يذهبان إلى النجف فالسيستاني هو الذي عين عبد المهدي الكربلائي في العتبة الحسينية وهو الذي عين أحمد الصافي في العتبة العباسية وهو الذي عين رئيس الوزراء أيضا فرئيس الوزراء الكاظمي هو بتعيين من السيستاني كما ان كل رؤساء الوزراء منذ 2003 والى هذه اللحظه بتعيين من السيستاني عن طريق ولده محمد رضا وهذا الامر اثبته في برامجي بالوثائق والحقائق في حلقة واحدة عرضت أربعين وثيقة تثبت أن السيستاني هو الذي عين رؤساء الوزراء منذ سنة 2003 وإلى الآن أربعون وثيقة له مجال للطعن فيها لو أنهم وجدوا مجالا للطعن في واحدة منها لطعنوا فيها عودوا إلى هذه الوثائق في برامج السابقة وفي الحلقات السابقة من هذا البرنامج أيضا فهذا المنطق الذي تحدث به هذا الخطيب على المنبر هو منطق الناس والمعلومات التي عند الناس تسربت اليهم من المسؤولين الكبار في محافظتهم في محافظة ذي قار الحريق متى حدث؟ الحريق حدث يوم 12/7/2021 هذا الفيديو رُفع على الإنترنت بتأريخ 20/7/2021 ربما رُفع في اليوم نفسه بعد المجلس بيوم بيومين لا ادري لكن تاريخ الرفع عشرين سبعه الفين وواحد وعشرين وانتم استمعتم الى حديثه هو يطالب المرجعيه ان تزور مدينه الناصريه ولذلك مباشره مباشره في يوم 24 سبعة 2021 جاء وفد من العتبتين لزيارة عوائل الضحايا وقدموا لهم مقادير من الهدايا المالية والرمزية وجاءوا ب اعلام من العتبة الحسينية والعتبة العباسية هناك هدايا مالية وهدايا رمزية وهدايا دينية فعلوا ذلك تحديدا باسم عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي لماذا؟ لان الحديث بدأ يشتد في الناصرية عن أن الذين قتلوا أهالينا عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي فهذه المستشفى بنيت من قبل العتبتين من قبل العتبة الحسينية والعتبة العباسية هذا هو الذي كان ينتشر في اوساط الناس واستمعتم الى حديث المتحدث في مدينة الدواية قبل قليل لذا ارسلوا وفدا لذر الرماد في العيون والا فهم لا يعبؤون بضحايا الناصريه ولا بضحايا غير الناصريه ماذا فعلوا لضحايا مجزره باب الرجاء هؤلاء قتلوا عند الحسين ماذا فعلوا لهم هذه الحكايه متكرره والامر نفسه الذي حدث في باب الرجاء مشكله في البناء في هندسه البناء ومشكله في اداره مراسم عاشوراء الامر هو هو مشكله البناء وسوء الاداره ومستشفى الناصريه ايضا المشكله فيه التي ادت الى تلك الفاجعه الكبيره المشكلة في سوء البناء وسوء الإدارة والأمر هو هو الذي حدث في مجزرة باب الرجع سوء البناء سوء الهندسة وسوء الإدارة المجرمون هم المجرمون على أي حال في 24 واحد الفين وصل وفد العتبتين الى الناصرية هذا تقرير عبر قناتهم قناة كربلاء زار وفد يمثل الامانتين العامتين للعتبتين الحسينيه والعباسيه المقدستين ذوي ضحايا فاجعه حريق مركز النقابه مستشفى الحسين عليه السلام التعليمي في محافظه ذي قار لتقديم التعازي. من اجل ترسيخ الشعور بالتآزر والتكاتف في السراء والضراء، زار وفد يمثل الامانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدستان ذو ضحايا فاجعة حريق مركز النقاء في مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية لتقديم التعازي والمواساة لنحو أكثر من ستين عائلة في عموم محافظة ذي قار توجه وفد العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المطهرة من مدينة كربلاء المقدسة بعد زيارته مرقد سيد الشهداء إلى مدينة الناصرية هذه المدينة مدينة أم الشهداء التي وقفوا شبابها ضد الدواعش لنصرة العراق والمحافظة على قدسية المراقد والمحافظة على العراق بصورة عامة الواقع لنقل تعازي سماحة المتولي الشرعي الأثر الحسينية سماحة الشيخ عبد المجيد الكربلائي وسماحة السيد أحمد الصافي وجدنا هنالك حزنا كبير بفقد هؤلاء الأحبة ممن فقد الاثنين والثلاثة والأربعة والأكثر من ذلك نقول عظم الله لنا ولكم الأجر ومثابين إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرف بين الشهداء وبين محمد وآل محمد الوفد وصل إلى مدينة الناصرية لتقديم التعازي و. لهذه العوائل هذه العوائل التي يشعر الوفد بأنها في قلوبه وبحمد الله اليوم نحن نتجول هنا في مركز المحافظة وإن شاء الله ان نحاول ان نصل الى ابعد نقطه في هذه المحافظه العزيزه على قلوبنا ذوش الشهداء بدورهم اشادوا بالدور الكبير الذي تقوم به العتبات المقدسه في الوقوف الى جانب المواطنين في كل الازمات والنكبات التي شهدتها البلاد ولا سيما ذي قار حيث قدم لهم الوفد رايتين للامام الحسين واخيه بالفضل العباس عليهم السلام ودعم مالي ومعنوي لمساعدتهم في تجاوز تلك الحادثة الأليمة مشكور العتبة على مواسات لشهداء وأهل الشهداء ومتفضلين على جيتهم هاي وهم المعروفين هم بهاي شغلتهم إنهم يجون يواسون الشهداء وهم دائما متفضلين ويوصلون هاي الشغلات وغيرها دائما معروفين هم بمواساتهم نشكر العتبتين المقدستين على حضورهم ومواساتنا شاكرين لهم قدومهم ودعمهم المعنوي هذا والحمد لله زيارة وفد العتبات المقدسة الى مدينة الناصرية ما هي الا رسالة انسانية جاءت لتخفيف الالم عن ذوي عوائل الضحايا والمصابين والوقوف الى جانبهم لقناة كربلاء الفضائية علي خالد مدينة الناصرية وللتفاصيل انضموا معي سماحه الشيخ علي القرعاوي مسؤول المدارس الدينيه في العتبه الحسينيه واحد اعضاء الوفد. سماحه الشيخ بدايه حدثنا عن طبيعه الوفد الذي زار مدينه الناصريه لزياره ذوي الشهداء والجرحى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد طبعا توجه وافد من العتبتين المقدستين العتبة الحسينيه المقدسه والعتبة العباسيه المطهره الى مدينه الناصريه الوفد ضم عدد من مسؤولي العتبة الحسينية المقدسة مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الحاج فاضل عوز نعم. رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة الشيخ عادل الوكيل إضافة إلى أقسام العتبات قسم الشؤون الدينية قسم العلاقات وأيضا قسم الشهداء والجرحى من العتبة الحسينية المقدسة الوفد حاول ان يغطي كل العداد أعداد الشهداء الذين سقطوا جراء الحريق الذي حصل في مستشفى النقار تعرفون ان المحافظه متراميه الاطراف بعض الشهداء هم في الاقضيه والنواحي فتوزع الوفد الى قسمين قسم ذهب الى النواحي والاقضيه منها الرفاعي ناحيه النصر قضاء الشطره الدوايه وقسم في مركز المحافظه وايضا قضاء الشبايش وبحمد الله حتى وصل الوفد الى كل هذه الاقضيه والنواحي ووصل الى كل العوائل التي تضربت جراء ذلك الحريق وكان هناك مواساة لأهالي الضحايا شيخ علي يعني حدثنا عن ما هي طبيعة برنامج هذه الزيارة وماذا قدم أو قدم الوفد لتلك العوائل نعم البرنامج هو بالحقيقة تقديم التآسي وتقديم نوع من البعد الروحي واللقاء الروحي مع اهالي هؤلاء الشهداء اضافه الى انه كان يعني يقدم جزء من من الشعور بالمسؤوليه لاهالي هؤلاء الشهداء طبعا كان يجلس الوفد مع الاهالي في في بيوتهم ويواسيهم ويقدم لهم رايه الامام الحسين ورايه اخيه ابي الفضل العباس تلك الرايتين يعني لهما بعد روحي في قلوب الناس وهذا البعد الروحي استشعر الناس فيه نوع من الطمانينه وبان الحسين لم ينساهم في نكباتهم اخيه ابي الفضل العباس ايضا لم ينساهم في نكباتهم فكان هذا جزء من البرنامج الجزء الاخر من البرنامج هو تقديم مساعده ماليه هذه المساعده تفيد اهالي هؤلاء الشهداء في معونتهم في الحياه ان شاء الله طيب كيف كانت انطباعات تلك العوائل لهذه الزياره التي تمثل بعد انساني كبير نعم احسنتم يعني بعض العوائل كان يستشعر وكأنما آه أن الإمام الحسين هو في بيتي هكذا كان يستشعر البعض آه البعض كان ينظر إلى آه رايات الإمام الحسين ويبكي ويقول بأنني قد نسيت كل الأحزان التي كانت في قلبي واقعا كانت مشاعر جياشة ومشاعر حب وولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وهذا بالتالي يخفف من وطأه المأساة، تعرفون ان بعض العوائل قد فقدت سته اشخاص في في لحظه واحده وبعضها قد فقدت اكثر من ذلك. فبالتالي كان هناك نوع من الالم، كان هناك نوع من الجرح الكبير في قلوبهم ولكن هذه الزياره كثير خففت عنهم وبالتالي استشعروا بان العتبات المقدسه لم تنساهم. واستشعروا بأن يعني كرم الإمام الحسين وروح الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس كانت حاضرة في بيوت طيب م. شيخ علي هل اقتصرت الزيارة على تقديم الدعم أم أن هناك مطالب معينة من قبل تلك العوائل سيتبنى الوفد إيصالها إلى المعنيين نعم بالنسبة الى الدعم كان هو الجزء الاكبر نحن ايضا قدمنا الى الاخوة هناك في المحافظة انه العتبة الحسينية المقدسة هي سباقة في تقديم اي دعم وجاهزة لتقديم اي دعم ايضا اي من الاخوة الذين يعني لديهم حالات صعبه العتبه جاهزه الى مساعدتهم في ومعالجتهم في مستشفياتها طبعا كان معانا على طول الطريق معتمد المرجعيه الدينيه هناك في المحافظه سماحه الشيخ عطشان الماجدي واخبرناه بذلك وايضا اخبرنا بعض الجهات بان العتبه ان شاء الله جاهزه لتقديم اي معونه ولتقديم اي دعم لوجستي وايضا لمساعده اي شخص من الجرحى في المعالجه في مستشفياتها ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ علي القرعاوي مسؤول المدارس الدينية في العتبة الحسينية وأحد أعضاء الوفد شكرا جزيلا لانضمامك إلينا طبعا هم استادية بها إن شاء الشغلة في الضحك على ذقون الشيعة وشيعة حمير مستعدون لأن يركب على ظهورهم هؤلاء إنها الخديعة باسم الدين والخديعة باسم محمد وآل محمد إنها الخديعة باسم الحسين والعباس صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين دعونا نتذكر الوثيقه الدخيه المباركه ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي على شنو مستعجل على شنو مستعجل قلت له اخر بابه ما توصل النوبه الي قال توصل اطمئنا تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عباره واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي استعجل وش ده اقول لك تركب يعني خلاقه اهمي شيء خلاقه اهمي شيء يقول لك حركه تركب فقوش بيخ العربي الخوش والناس كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نام لا مو علم اجمالي هذا الواقع <applause> <applause> واقع واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه <applause> يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم, أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين بشنو أعظم؟ اسمع أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخدعة عدينيه وتعالي حصرنا يا الربع دي ديخية دخية ركبوكم باسم الشرع والخدعة عدينيه تعالي حصرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا وضع وادي مرضت بس احنا ناديه ناديه واحد نادي ساعيد بث الفيديو الذي عرضته عليكم قبل قليل لرعد النمساوي وهو يتحدث عن مسؤوليه العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه عن جريمه الناصريه اتمنى عليكم ان تدققوا النظر في كلامه فهو يتحدث مسترسلا وواثقا مما يقول وكلامه منطقي جدا من الاخر كلام اهوادم كلام اهوادم كلام اهوادم انما اقول هذا لانني ساعرض عليكم فيديو آخر في الدوايا أيضاً وبحضور وفد العتبة الحسينية والعباسية، الوفد الذي تحرك من كربلاء بتاريخ أربعة وعشرين سبعة ألفين وواحد الذي عرضت قبل قليل التقرير من قناة كربلاء بخصوص نشاطاته وتفاصيل ما قام به في الناصرية في محافظة الذقار سأعرض لكم الفيديو الأول والذي أصفه بأن الكلام فيه كلام أوادم وبعد ذلك اعرض عليكم الفيديو الثاني وانتم احكموا بانفسكم لا اريد ان اصدر حكما على ما سيقوله رعد النمساوي نفسه اذن الى الفيديو الاول الذي هو كلام الاوادم الصحة اذبها على الدفاع والدفاع اذبها على الشرطة والشرطة تقول انا ما دخل في جيبي شيء ما دخل انا حمي عندي شيء يا عمي اهل الناصرية هم حرقوا ارواحهم ها يقول والله الكرفانات للعتبة العتبة ما عايزة باقت بالحسين والعباس لما ملت وبرضى المرجعية والمرجعية ما سولت ولو عندها انسان جا وجا ودت وفود وعزت الواد ووقفت وقفت وياها اذا السكوت علامة الرضا شيء مبين علينا هسه واحد يقول الشيخ يحرض يعز الله حرض حرضا عز الله حرض لانه من مذهبي من ديني ها اخلي من الاسلام لو لا اخو لا

ما سمعتموه في الفيديو المتقدم كلام أوادم وهو الكلام الذي كان يتكلم به العقلاء في الناصرية في محافظة ذي قار هسه راح أعرض لكم فيديو هكذا أقول عنه اشتغل اتمضرط لأمامنا ولمامنا في أغلب الأحيان يمضرطون أنتم ماذا تقولون ستشاهدون الفيديو هل تتفقون معي هذا مضرط ما لو لا رجاء اعرضوا لنا الفيديو ربما البعض, البعض فهم البعض الموضوع, الموضوع على صيغته، أنا تحدثت تحدث نصاً قلت, 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 قلت إن العتبات كذا،, كذا, كذا إن المرجعية كذا, كذا، لكن هناك اختلاف, هناك اختلاف بين الناطق اختلاف وبين, بين الصامت وبين الصامت،, الصامت الناطق الصامت قد أبدى الى المذهب الجعفري ما ابدا وخير ما ابدا انه اطلق الفتوى واضح فلا يعتبر انه صامت وعلى علم ودرايه ولم يتحدث لما يجي البعض من المغرضين واقع يجي البعض من المغرضين يجيب اسم المرجع يخليه فوق المقطع اللي اللي مصورينه الي بالمجلس ويقول الشيخ يتهجم على فلان وانا لم الفظ اسم من الاسماء من المراجع ما جبت اسم هذا الان مجلس والمجلس السابق موجود وخلي وللعلم المجلس طول المجلس نصف ساعه نصف ساعه لما نريد نقول إن المرجعية خط أحمر المرجعية الناطقة التي لم تستقبل وفد من البرلمان ما استقبلت صح لو لا ها؟ استقبلت يوم من الأيام التي قالت إن المجرب لا يجرب أنا لم أهدد هسه ربما هذا ينشر المقطع البعض يقول الشيخ ضغطوا عليه هددوه كذا لا أنا هم ما أجي المجلس إلا بدعوة ما أجي المجلس أقرأ إلا يسوالي دعوة يلا أجي ليش؟ لأن قيمة الحسين وحب الحسين وروحة روحية مجلس الحسين تذهب إذا تذهب بغير دعوة واضح؟ فلما ننظر إلى الكلام الذي الآن شاع يجي فلان يخلي صورة السيد على الـ التواصل الاجتماعي ويخلي المقطع مالي، واحد كاتب اسمي ومخلي المقطع مالي، واحد كاتب اسم السيد ما انا والمرجعية المرجعية شأنها الله الذي رفعها لهذا المستوى، وأنا أعتقد بأن الشخص إذا يرتفع بالمجتمع عن طريق الدين ما يرتفع بطريق رشوة أو غيرها ها يرتفع بمن بصدقه واجتهاده وعلمه وصراحته وخوفه على المذهب وخوفه على شيعه علي بن ابي طالب هذا المضمون فلما ناتي نتحدث بغير حديث واحد يقول منزج كذا لا علي بالناس لكن انا اتحدث بما تملي علي صريرتي واعتقادي بمذهبي وأنا جنديا موجود ولي ساحات الحروب تشهد أنا موجود ولم أذم شخص واحد بالاسم ما تحدث وقلت زيد لديه التقصير أو عمرو أما العتبات المقدسة حديثي كان أيضا عن العتبات المقدسة فإننا نجد حتى في قبائلنا إن السيء سيئا والفاسد فاسدا والشريف شريفا صح أم لا ها حتى في قبائلنا ربما حتى في بعض البيوت موجود هذا ال ال هذه العناوين هذه العناوين موجودة ها طيب البعض الآخر من المجتمع البعض الآخر يقول الشيخ اه تحدث بهذا الموضوع لمصالحة الشخصية ما أشوف أنا إلي مصلحة بفد موضوع أو قبضة فلوس أنا اللي تحدثت به إنما وتحدثت به بالسابق حديث ولد لأبي وأعيدها مرة ثانية حديث ولد لابي وأعتقد إن الولد لما يتحدث ويأبوه البعض يقولون إن شيخنا انت قلت حديث الولد لابيه انت بوقت الاب انا ما قلت ان الاب سارق انا اذا جيب لي اذا قلت الأب باق لا انا ما قلت الأب باق انا ما قلت بس ربما اذا الاب يتحدث ويقول زيد او عمر من الناس سرق وهو شخصية بالمجتمع معروفة ربما يضره وتخلق فتنة صح لو لا تنخلق فتنة ولذلك كان عتبي على آبائنا ولا يزال أنا أعتب على المرجعية ولا هذه الساعة أنا أعاتبهم عتاب ولد شيعي لأبيه إنهم ينظروا لكثر ما حصل من الدماء في محافظة قار. النقطة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أنا أقدم شكري إلى مكتب آية الله العظمى أو آية الله الشيخ بشير النجفي لزيارته لأهل الدواية وأنا الآن مضيف الشيوخ وكادر من العتبتين المقدستين من الشرفاء الذين دخل في قلوبهم دمعة هؤلاء أنا هذا كثير ما تحق. انا على المنبر بعض الاحيان تباعون المقاطع سابقا هسه عفو الجديد لعل البعض يقول الشيخ يروج الروحة اذا اشوف لي انسان مكسور سابقا على عزيز رايح لأب شوية على المنبر وانتم شايفينه كلكم لما يقول عندي اوليد عمره عشر سنوات وزوجتي راحت ووليدي كبرت راح وأنا أطالب من الدولة أطالب من فلان أطالب من فلان إنهم ينظرون بحالتي جهالي من يبقوا ياهم ترى الولد والبنت إذا أبوه وأمه اثنين هم متواجدين بالبيت يصير عنده اطمئنان روحي نفسي شو تقولون هذا تمضرط مال أمامنا لولا هو هذا تمضرط مال أمامنا ولم يستطع ان ينفي قوله الاول، لا شان لي به لكنني اردت ان ابين لكم هو قال من انه ما ضاغطين عليه انتم شو تقولون؟ ضاغطين عليه لو ما ضاغطين عليه هي القضيه سربته من اساسها هو يعتب على المرجعيه من أنها لا تعبأ بأهل الناصرية المرجعية لا تعبأ بالشيعة عموما وبشيعة جنوب العراق خصوصا وكلاهم هم الذين يقولون ما أنا محمد فلك الذي كان وكيلا للسيستاني في البصرة في الزبير هو الذي تحدث بهذا الحديث وبسبب حديثه سحبت الوكالة السيستانية منه ولم يبق في العراق علي حد علمي ذهب إلي إيران ذهب إلي إيران ويبدو أنه استقر في مدينة مشهد على حد علمي انني اتحدث عن معلومات سابقه في ظرف سنه ماضيه محمد فلك يحدثنا عن ان وكلاء السيستاني على اقسام هناك الوكيل المدلل ويضرب مثالا بعبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي. احمد الصافي من النجف وعبد المهدي الكربلائي من كربلاء وهناك نوع من انواع وكلاء السيستاني وكيل بدرجه ابن البائره مثل محمد فلك وبقيه اصحاب العمائم في الجنوب الشيعي العراقي. <سؤال> 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 رجاء اعرضوا لنا حديث محمد فلك وهو يحدثنا عن الوكيل المدلل وعن ابن البايره. بيت بيتهم يسمعون يقول ما يسمعون ما يسمعون ظلت منو مثلا الان عبد الملك شنو صلاحيته؟ صلاحيته مثل محمد محمد رجاء فقير مبلون انه يسوي له مؤتمر ممنوع يسوي لك كذا ممنوع غير واحد يحكي البخاري يعني الفاضل النجفي قال انت تتجاسر مسوي لك يا بليش ليش؟ انت مصراعه فاحنا علينا سوينا علاقات جيده ويا شيخ عبد البهدي ويا سيد احمد الصافي اللي هم اكو اكو واحد يسمى طفل مدلل ابن المدلل وواحد ابن البايرق مو صحيح؟ ابن البايرن خب هذا يعني مثل يعني ابوك أخذ له مره ثانيه مو؟ هاي الثانيه عزيزه عنده وامك القديمه ما حد بحاله يكرهك ويكرهك صاير ابو صاحب صح. صاير اولاد البائره واضح هذا الشيء رجاء اعيد بث الفيديو كي يتاكد المشاهدون من تقسيم وكلاء السيستاني الى مدللين والى اولاد البائره بيت بيتهم يسمعون ما يسمعون ما يسمعون هذا اللوم واحد ظلت منهم مثلا الان عبد المهدي الكبير شنو صلاحيته؟ صلاحيته مو محمد رجال فقير ممنوع انه يسوي له ما ممنوع يسوي له كذا ممنوع زي واحد يحكي بخت اي والله يعني الفاضل النجفي فيك اللي انت تتجاسر بيسوي لك كذا يا ابو ليش انتبه بصراحه فاحنا علينا سوينا علاقات جيده ويا شيخ عبد المهدي ويا سيدنا الصافي اللي هم اكو اكو واحد يسمى لطف المدلل ابن المدلل وواحد ابن البايره مو صحيح؟ ابن البايره خب هذا يعني مثل يعني ابوك اخذ له مره ثانيه مو؟ هاي الثانيه عزيزه عنده وامك القديمه ما حد بحاله يكرهك ويكرهها صاير ابو صح صح يسمونه هذا البايره واضح هذا الشيء يعني. ابن البصرة مواطن درجه ثالثه هذا هو النجف وهذه هي مرجعيه السيستاني رجاء اعرضوا لنا الوثيقه التي يتحدث فيها محمد فلك وكيل السيستاني سابقا وكان يتحدث بهذا الحديث حينما كان وكيلا لهم من ان ابن البصره مواطن من الدرجه الثالثه. احنا ما يعني نعمل بالمتاح. بامكاننا كان احنا مو مثل ما خشوات مو او لا لا يعني عندنا امكانيه بس المجال ما يفتح، الباب سادين عليك. هذا اليوم مو هذا الباب سادين عليك، انت بصراوي شروقي حاجيها يعني كثيرا يعني انت يشوفونك مثلا عدين لديك طاقه انا سويت بر مؤتمر لعلي عليه السلام قبل سبع سنين ثقافه التعايش في فكرة علي خليته بالبصره 16 دوله شاركت فيه كلها اشتركت فيه الا النجف فضلاء النجف وهم يا بليه قالوا هاي تجاسر علينا شلون نسوي مؤتمر لعلي في البصره يا قاعد يسوون له بقندهار أفغانستان شوف الافق مالنا، افق مقير ما هذا لو موعد يعني يعتبرون البصره مواطن درجه ثالثه، انتم هم هم يعني مخربطين بأدبيه اهل البصره. لا تدعون بحقوقكم، الاكراد احسن منكم، احسن منكم بكثير، هذا لو موعد، حسن خلد يقول كردي بس هو لا كردي افضل من البصره. وأهل الناصرية يرفعون صوتهم ولا مجيب. مؤتمر استنكار لمناقشة الوضع المأساوي الذي تعيشه مناطق جنوب ديغار بحضور شيوخ ووجهاء تلك المناطق المنكوبة وأكرر تلك المناطق المنكوبة. وأن هذه رسالة أخيرة إلى الحكومة المركزية ووزير الكهرباء والحكومة المحلية في لقاء وذلك بسبب الإهمال المتعمد في تحسين واقع الكهرباء والخدمات بصورة عامة حيث أن هذه المناطق عانت الأمرين من سياسات النظام السابق بل انتهجت الحكومات المتعاقبة بعد السقوط سياسات البعث بالتهميش والإقصاء والتعامل معنا كمواطنين وأكررها بملء الفم من الدرجة الثانية ستكون ستكون انطلاقة الشرارة الأولى لقلع الفاسدين والمتسببين لما جرى ويدري وبعدها تقول لنا خيارات كثيرة وتصعيدية ولا تحيد. إحنا ما ندري درجة ثانية درجة ثالثة درجة مصخمة مشكلتكم عند السيستاني هو اللي انطيا حظكم مشكلتكم مو عند الحكومة في بغداد مشكلتكم عند السيستاني. يمتى تفتهمون ما راح تفتهمون شي فهمكم شي فهمكم وهم قد جعلوكم حميرا وركبوا على ظهوركم مع الشروقي بيان جبر على كل حال أيه. ف... اول مره اسمع قيادي بارز يقول انا شروقي لا انا اشرف انا انا من منطقه الشرقيه هي شروقي شنو يعني من المنطقه الشرقيه اي, أي سومر يعني <applause> عماره ليش بقيه القيادات ما تتحدث بهذه الطريقه؟ والله بكيف اللي يتحدث انا بالنسبه لي اعتز اعتز بالمجر واعتز بالمشرح واعتز بالعماره آه حي السراي اللي انولدت به وعمي ببيت بالسريه وشارع بردار ما سبب لك هذا الموضوع احراج تحديدا بين القيادات السياسيه؟ بصراحه لا ما يقدرون ما يقدرون لا هو هسه يقدرون هذا موضوع لا آخر. لا مو يجي تقول يسبب لك لا لي ما يسبب لي أي؟ ما حد يفك حقه وياي اذا واحد ضعيف اي فدشروقي ضعيف ويخاف ويسبب الاحراج انا اعتبر ان هاي نقطه قوه آه. لان العراق كله جنوب فعلا كان هنالك توجه العراق كله جنوب النفط كله جنوبي زين فعلا كان هنالك توجه عند اغلب قيادات المعارضه على انه القيادة ينبغي أن تحصر لدى أطراف معينة بعيداً عن المحافظات الجنوبية الثلاث يبدو أن لكربلاء والنجف لا تجاوبني جواب واضح وصريح هذا يبدو يعني بيها, الـ الـ بيها مجاملة الـ بيها الـ مغازلة يعني شوف كم رئيس وزراء من كربلاء المالكي دورتين أي أثنين سنوات زين طبعاً والكرادة أي والعبادي كراده اي والجعفري، الجعفري الجعفري كربلاء زين بعد من عندنا شنو السبب؟ عادل كراده مقصود هذا الامر؟ ها؟ مقصود؟ يبدو لا مو قلت لك, لك يبدو وكانه بها بعد مجاملاتي لا هم الجنوبيين حتى أيه اللي عاشوا في مدينه الصدر أيه مدينه الثوره سابقا أيه او في الشعله شويه يعني البعض ما اقول أيه كلهم أيه ما حسوا بهذا الشعور انهم اكو اقصاء لاهلهم، اكو اقصاء لمن يتصدى من اهلهم من ناسهم اها فتشوفه يروح ينتخب ابو كربلاء، ينتخب ابو النجف وما ينتخب لشروقي صاحبه اها <applause> <applause> هذه حقيقه يعني زي بس الان اكو التفاته، بلغني انه الان الان يعني صار في السنتين بداوا يتداولون هاي السنوات السابقه كلها كانت توجه كلها كانوا خدم للاخرين اها أه مع الاسف هاي في نظره القيادات السياسيه هكذا ينظرون يعني ابناء المحافظات الجنوبيه ينظرون ذولا شغلتهم لازم هم ينتخبوهم دول ما يصير يصعدون واحد من منهم وبيهم يعني بهالطريقه هاي ترى اني صراحة حكيت صراحه ازيد من اللازم لا بالعكس هاي <applause> <بقع> واقعيه لا تورطني <applause> ويا النجفيه ويا الكربلائيه هاي واقعيه <applause> طبعا مو كل هالكربلاء والنجف تقول القيادات القيادات السياسيه أي. قيادات وبعض العلماء اها بعض علماء الدين؟ لا علماء السياسه معلم معممين بس علماء سياسه <applause> كلام فيه ما فيه هو احنا كل طيحه حظنا مو من السياسيين طيحه حظنا من علماء الدين وتحديدا من المراجع. طاحت حظ الشيعه عموما من مراجع النجف وكربلاء. وطاحت حظ العراقيين الشيعه العراقيين خصوصا من مراجع النجف وكربلاء. وطاحت حظ الشيعه من 2003 الى الان من السيستاني شخصيا. شخصيا وليس من ولده محمد رضا إذا نسبنا ذلك إلى ولده محمد رضا فهذا بشكل عرضي المشكلة عند السيستان نفسه لا أريد أن أطيل الكلام أكثر من ذلك أذهب بكم إلى حديث عن الشروقية مع رحيم الدراج تدري شو يقول واحد من عتمه يقول انتم شروقية استحقاقكم قضيتين يعني. صوت انتخابي ومشروع استشهادي والله هيك ينظروا خلي ببالك يعني شروقيه اذا ما تحترموا نفسكم انتم ذول خيركم يصير حمايه سائر سائتي حدقتي زين هو القرار يم الشروقيه، يريد يستمرون على هذا الحال، وخبأ انا ما عندي سلطان عليهم، يريدون يغيرون يقولون شنو هذول ايش يسوون؟ لا حتطلع مظاهرات بباب والله العظيم خليهم، شنو لعد؟ لولا وجود هذول الشروقيه ماكو شيء اسمه عراق. لولا وجود هذول الشروقيه هذول ما يقعدون على كرسي. فوق هذا كله يقول الشروقي قضيته اثنين صوت انتخابي ومشروع استشهادي. ما له اي حق بالعراق غير ذنب بدليل هسه هذا اكبر دليل روح روح للشروقية كلهم عطالة بطالة روح لأولاد المسؤولين كلهم بالسفارات وبالوزارات وبالبرلمان وبالرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء زين كلهم تلقاهم موجودين طلع لي ابن فقير او ابن شهيد يشتغل بمجلس وزراء او برئاسة برلمان رحيم الدراجي يقول الشروقي لو صوت انتخابي له مشروع استشهادي لا الشروق اساسا مطي مطي يركب عليه المعمم او اذا نزل عنا المعمم فينطي للسياسي يركب عليه السياسي فالشروق مطي اساسا قبل ان يكون صوتا انتخابيا وقبل ان يكون مشروعاً استشهادياً. الشروق أساساً مطي عنده أربع رجلين وذيل وذان طوال يركب عليه المرجع وإذا نزل عنه المرجع ينطيه للسياسي، للسياسي التابع للمرجع، سياسي هتلي سرسري مثل المرجع هم هتلي سرسري. المرجع هتلي سرسري والسياسي اللي يتابع الى هم مثله هتلي وسرسري هذه القضيه المقشره من دون مجاملات انا لا اجامل هؤلاء يجاملون عندهم مصالح عندهم حسابات وربما يعذرون لاجل ذلك بالنسبه لي انا ما عندي مجامله وما اشتري مراجع النجف من السستاني إلى أصغر واحد أبكال عتيقة مقطعة ما أشتريهم ولذا فإنني أضع النقاط على الحروف بكامل حريتي واستقلاليتي وبتمام جرأتي نذهب إلى فاصل والشمر جالس على صدرك مولغ سيفه على نحريك قابض على شيبتك بيديه ذابح لك بمهنديك قد سكنت حواء السوق وخفيت أنفاسك ورفع على القنا رأسك وسبيا أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البرار والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق الويل للعصاة الفساق إذن أرسلوا وفدا من العتبتين الحسينية والعباسية باسم عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي بتأريخ 24 سبعة 2021 لذر الرمادي في العيون زاروا كل العوائل لأجل خداعها والضحك عليها تحت غطاء العاطفة الدينية أما رعد النمساوي فلاحظتم حديثه وشلون كان مضرط الحديث الأول كان حديث عوادم الحديث الثاني صارت مضرط واخرجوا لنا رشيدهم اللا رشيد رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه رشيدهم رشيد السيستانيين اللا رشيد كي يضحك على الحمير من أتباعهم فلذلك نحن في الواقع إذا أردنا أن نصلح أمرنا يعني شوفون هاي حسب تعبيرنا هاي الحوادث قبل شهر ما أدري مستشفى الخطيب صار حريق وحوالي مئة إنسان بريء مسكين فقير مريض احترق وتفحم أمس في مستشفى أيضا في ذي في الناصريه ايضا يقال انه عشرات الناس ذهبوا ضحايا وتفحموا ما تنتهي اخواني ليش ما تنتهي؟ ليش؟ وين الخلل؟ الخلل الخلل اننا في الواقع ابتعدنا عن الرسمه رسم الله حتى شيء تعبيري ابتعدنا عن خطه الله خطه الله اذا ابتعدنا عنها هذا اللي موجود شو نسوي احنا؟ واحد يقول شو نسوي؟ يلا بين لنا فت قضيه اللي احنا نريد نغير تغيرون راح اقرا لكم رساله رساله كتبها امير المؤمنين لقاضيه في الاهواز الاهواز الامام امين كان خليفه المسلمين وكانت المنطقه اللي على حال انتشر فيها الحكم الإسلامي تقريبا خمسين دولة في الخرائط اللي الآن موجودة سين. قاضي من قضاة أمير منين في الأهواز اسمه رفاعة اسمه رفاعة اش كتب لأمير منين. اسمعوا هاي الرسالة إخواني إذا أكو أتصالاتهم أخروها شوية حتى أتكلم عنها الرسالة هاي لو سمحت كتب له أمير مونين أن يا رفاعة أعلم يا رفاعة اعلم يا رفاعة ان هذه الامارة امانة ان هذه الامارة شنو؟ امانة الحكم امانة المنصب امانة المسؤولية امانة اعلم يا رفاعة ان هذه الامارة امانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله الى يوم القيامة اللي أخذ هاي المسؤولية وصعد إلى المنصب وتمسك بال أو استلم المنصب إذا كان بناء يخون يلعب فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة، لعنة الله تعرفون شو لعنة الله؟ يعني رب العالمين يبعد عن رحمته ما راح يشوف الخير لا في الدنيا ولا في الآخر بعد هذه إن هاي الفقرة الأولى كانت للمسؤولين أنه أيها المسؤولون إن لم تكونوا مؤتمنين فعليكم لعنة الله إلى يوم القيامة هاي كلمة أمير منين هسه الكلام إن إحنا ومن استعمل خائنا يلا هاي واحد يقول شلون يعني من استعمل خائنا يعني الإنسان اللي يصعد الخائن وينتخب الخائن ويرشح الخائن ويؤيد الخائن ويدعم الخائن ويصفق للخائن ويمشي وراء الخائن ذول شنو؟ ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة لسه اللي يصعد للمنصب هو خائن وهو إنسان عليه حال ما يلتزم بالأمانة وما يمشي عدل عليه لعنة الله والله رح يجازي أما إحنا اللي نستعمل الخائن نستعمل الخائن يعني إحنا اللي نجيبه إحنا اللي نخليه إحنا اللي نرشحه إحنا اللي ننتخبه هذا اللي لابد إنسان أن يكون ماذا دقيقا على أنه لما نرشح واحد لما ننتخب واحد لما ندعم واحد شوفوا أصلا أنت من تقعد تدعم واحد من الصفق الواحد من تحضر ما أدري بمجاميع واحد خائن فإن, فأن, فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا ولا يعني هذا فوق ما حرقوكم جاي يقول لكم هذا رشيد من أنه أنتم اللي حركتم أنفسكم وبأنفسكم أنتم انتخبتم المسؤولين والمسؤولين حرقوكم هذا رشيد في أكثر من مرة مرة بشكل صريح وأخرى بالتلميح يصفني بأنني كاذب ومدلس ولكن إلى الآن لم يأتي بدليل واحد يثبت ما يقول يثبت أني كاذب ومدلس وأنا أطالبه أقول له من أنك وصفتني تصريحا وتلميحا بهذه الأوصاف وما جئت إلى الآن بدليل واحد يدل على كذبي وتدليسي أما أنا فقد وصفتك ولا زلت أصفك بأنك حمار وجئت بأدلة وأدلة وأدلة على انك حمار ولست وحدك انت ومرجعيتك حمير لماذا؟ لأنني سأثبت ذلك لك الآن انت حمار أثبتت هذا سابقا القرآن يقول من أن الذين يحملون المعلومات ولا يفقهونها فهو حمار سوره الجمعه صريحه في ذلك مثلهم مثل الحمار يحمل الكتب يحمل الاسفار فالحمار يحمل الاسفار والكتب وهو لا يدري ولا يفقه ما فيها وأنت كذلك تعطى لك المعلومات من قبل محمد رضا السيستاني وأعوانه وأنت لا تفقه ما تقول فأنت حمار رسمي بدرجة مئة بالمئة هذا الأمر أثبته لك سابقا وسأثبته لك الآن وأقول للمشاهدين اذا لم اثبت انه حمار وان مرجعيته حمير فابصق على الشاشه بعد ان اكمل كلامي اقسم عليكم بالحسين اذا لم تقتنعوا بان الرجل حمار وبان المرجعيه التي وراءه حمير فابصق على صورتي بعد ان اكمل حديثي اقسم عليكم بالحسين انت ومن معك انت ومرجعيتك السافله انتم السيستانيون تصفونني بانني كذاب مدلس ولكن الى الان ما جئتم بدليل واحد يثبت كذبي وتدليسي اما انا فجئت بالادله والادله والادله والوثائق التي تثبت انكم حمير وساثبت لك ولاسرتك من أنك حمار رسمي في هذه الحلقة أنت الآن حبيبي رشيد أبو الإرشاد يوني أنت الآن كنت جالسا ولغة جسدك تحدث عن انك حكيم ناصح وانت كذاب سافل مدلس تضحك على الناس بامر محمد رضا السيستاني تريد ان تقنعهم بانهم هم الذين احرقوا انفسهم انتخبوا اشخاصا وهؤلاء الاشخاص هم الذين احرقوهم انا اقول لك وحده 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 راح انا اقول لك وحده وحده راح انطيك اياها كاش نقدي بالايد أثبت لك بأنك حمار بأنك عمار حمار حمار وبأن الذين وراءك حمير، حمير. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: يعرف عقل الرجل من رسوله فإذا ثبت أنك عمار فأنت رسول حمار لمرسلين فانت رسول حمار لمرسلين حمير ارسلوك هكذا يقول امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعرف عقل الرجل من رسوله وفي الاحاديث والكلمات عندنا الرسول عقل المرسل من كلمات امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الرسول عقل المرسل فانت رسول من قبل المرجعيه السيستانيه فاذا ثبت انك حمار هذا يعني ان الذين ارسلوك حمير بحسب هذه القاعده العلويه وبحسب هذه الثقافه الجعفريه الصادقيه ناخذهن وحده وحده اول شيء شوف حبيبي حبيبي رشيد عيوني ابو الارشاد اول شيء أنت ما قرأت الرواية بشكل صحيح، أنت ما تعرف تقرأ الرواية بنفسي مرة أسمع من عندك قراءة آية بشكل صحيح بحيث تخرج الحروف من مخارجها بنفسي مرة واحدة أسمع من عندك تقرأ رواية بشكل صحيح ولا مرة أنا ما أقول أنا أتابعك دائما ولكن كلما سنحت لي فرصة وأنا أقلب القنوات على التلفزيون في بعض الأحيان تكون أنت موجودا فأشاهد جزءا من برنامجك هذا الجزء الذي أشاهده لا أسمع فيه قراءه ايه بشكل صحيح ولا اسمع فيه قراءه روايه بشكل صحيح ولا اسمع فيه كلاما عربيا فصيحا بحسب قواعد العربيه الصحيحه دائما بنفس مره اسمع منك ايه تقراها بحسب مخارج الحروف الصحيحه او انك تقرا روايه بشكل صحيح هو اللي يجيب اشعار المتنبي ويقول عنها روايات شو محافظه بالروايات على اي حال فيا ابو الارشاد الروايه اللي قريتها قريتها غلط اهم كلمه في هذه الروايه والتي عليها مدار مضمون الروايه قلب الروايه قلب الروايه هي كلمه الاماره وليست الاماره الاماره معناها العلامه الاماره في لغه العرب تعني العلامه وقد تطلق على وقت الموعد اذا ما واعد شخص شخصا ان يلتقي في زمن معين هذا الزمن المعين قد يطلق عليه اماره الموعد الاماره علامه لا علاقه لها بالامره والإمارة والسلطنة والحكم وإنما هي الإمارة أنت شنو دارس وشنو قارئ اللي ما تعرف تميز ما بين الأمارة والإمارة أنت إذا دارس أصول هذه في مقدمات الأصول الأمارات الأمارات الاصوليه ما هذا في مقدمات الاصول يدرس في الحوزه الامارات الاماره الشرعيه الاماره الاصوليه اما الاماره فهي السلطنه والحكم الروايه مضمونها هو مضمون الاماره تتحدث عن الاماره تتحدث عن الحكم فهذا العنوان هو العنوان القلب ولا تستطيع ان تقول من انك اشتبهت في لفظها هذا سبق لساني مثلما اعتذرت عن نسبه القباح مثلما اعتذرت عن نسبه القبائح لامير المؤمنين وقلت من انه سبق لساني، السبق اللساني نقع فيه جميعا اقع فيه انا وانت والباقون لكنك كررت هذه اللفظه وما لفظتها ولا مره واحده باللفظ الصحيح فالقضيه ما هي بسبق لساني انك رجل جاهل لا تعرف قراءه النصوص ولا تفقه ما تقول فإن الروايه إذا ما قرأت بالأماره لا معنى لها أعلم يا رفاعه أن هذه الأمارة أعلم يا رفاعه أن هذه الأمارة اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة هكذا قرأتها بفتح الهمزة وليس بكسرها اعلم يا رفاعة اعلم يا رفاعه ان هذه الاماره هكذا قراتها بفتح الهمزه والقراءه الصحيحه اعلم يا رفاعه ان هذه الاماره بكسر الهمزه رجاء اعرضوا لنا المقطع القصير من هذا الفيديو الذي يشتمل على قراءة رشيد الحسيني لنص هذه الرواية كتب له أمير مؤنين أن يعرف اعلم يا رفاعة اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة أن هذه الأمارة شنو؟ أمانة الحكم أمانة المنصب أمانة المسؤولية أمانة اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة هذا أولا فإنك قرات الروايه بشكل خاطئ ولم يكن سبقا لسانيا لانك كررت هذا وهذا هو الفيديو بين يديك هذه الجهه الاولى قراءة خاطئة للرواية هذه الرواية يا رشيد هل تعرف انها بحسب منهج مراجعك لا بحسب منهجي بحسب منهجي هذه الرواية صحيحة بحسب منهج مراجعك الذي انت عليه هذه الروايه ضعيفه جدا 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 انها ضعيفه من جهه المصدر مصدرها ضعيف وضعيفه من جهه السند فهي لا سند لها هي رواية مرسلة وارسالها كامل فانها في مصدرها الاصل وردت بشكل مباشر عن امير المؤمنين ليس هناك من راو مطلقا لها هل تعرف ذلك؟ انا لا اعتقد انك تعرف ذلك فأنت لا تحسن قراءتها حتى تكون عارفا بأن الرواية هذه ضعيفة ليست ضعيفة أنت رجل جاهل أنت حمار تحمل كتبا وأسفارا لا تفقه ما فيها محمد رضا السيستاني ومن معه يقولون لك قل هذا وهذا وأنت تردد ما يقال لك هذه الرواية يا رشيد ضعيفة هل تعرف مصدرها؟ المصدر الشيعي لها مستدرك الوسائل ومستدرك الوسائل كتاب ضعيف عند السيستاني وعند مراجع النجف هذا هو الجزء السابع عشر من مستدرك الوسائل من طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة صفحة 355 الباب التاسع الحديث الاول نقل الروايه عن دعائم الاسلام من دون سند فالمصدر الشيعي لها وهو مصدر فرعي ما هو بالمصدر الاصل المصدر الشيعي لها هو مستدرك الوسائل ومستدرك الوسائل كتاب ضعيف عند سيستانيك هذا وعند مراجعك في النجف والروايه نقلها المحدث النوري في مستدركه هذا عن دعائم الاسلام من دون سند مباشره عن علي عليه السلام انه كتب الى رفاعه قاضيه على الاهواس اعلم يا رفاعه ان هذه الاماره امانه الى اخر الروايه فهذا المصدر الشيعي وهو مصدر فرعي المحقق لا يكتفي به لانه نقل عن مصدر اصلي بحسب المتوفر من الكتب بين ايدينا المصدر الاصلي هو هذا دعائم الاسلام وهذا هو الجزء الثاني من دعائم الاسلام وهذه الطبعه طبعه دار الاضواء بيروت لبنان الطبعه الاولى ألف وتسعمية وواحد وتسعين ميلادي الرواية أوردها صاحب دعائم الإسلام صفحة خمسمية وواحد وثلاثين رقم الحديث ألف وثمانمية وتسعين دعائم الإسلام ما هو من كتبنا واعتقد انني قد تحدثت عن هذا الكتاب في مجموعه حلقات اعرف امامك حينما كان الحديث عن امامه فاطمه فقد فصلت القول بخصوص هذا الكتاب وبينت لكم من انه من كتب الاسماعيليين ولا علاقه لنا بهذا الكتاب صحيح فيه من الاحاديث الصحيحه ومن الروايات الماخوذه عن ائمتنا ولكن فيه ما فيه من التعريف وفيه ما فيه من العقائد الضاله من عقائد الاسماعيليين وقد بينت هذا في طوايا الحلقات الماضيه من هذا البرنامج فهذا الكتاب من كتب الاسماعيليين ما هو من كتبنا والاسماعيليون عند ال محمد ما هم من الشيعه انهم معدودون في النواصب في اعداء العتره الطاهره لا شان لي بما يقوله ابناء سقيفه بني ساعده من ان الاسماعيليين من الشيعه ولا شأن لي بما يقوله أبناء سقيفة بني نجاث من أن الإسماعيليين من الشيعة ما يقوله أئمتنا من أنهم من النواصب ومن أعدائنا هم ونواصب السقيفة على حد سواء عند إمامنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. عند صاحب الامر وعند سائر ائمتنا فالمصدر ما هو بمصدر شيعي صحيح يشتمل على روايات شيعيه صحيحه لكنه ما هو بمصدر شيعي فالمصدر ضعيف وليس هناك من سند للرواية الرواية مرسلة وارسالها ارسال كامل ليس هناك من سند مقطوع مثلا من سند مبتور مثلا من سند فيه خلل مثلا الرواية مباشرة وعنه عنه عن امير المؤمنين عن علي بن ابي طالب لان الضمير يعود الى ما سبق وعن علي وعنه وعنه عنه عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انه كتب الى رفاعه قاضيه على الاهواز اعلم يا رفاعه ان هذه الاماره أمانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة وانتهى الحديث الحديث من دون سند والمصدر دعائم الاسلام ما هو من كتبنا فالروايه بحسب منهج حوزه النجف روايه ضعيفه فلماذا تاتي بها وتضحك بها على الناس الروايه على منهج انه منهج لحن القول منهج معاريض الكلام الرواية صحيحة. لكن الرواية على منهج مراجعك الذي انت عليه الرواية ضعيفة. فلماذا تذهبون الى احاديث الكافي التي فيها اسانيد وهي في اوثق مصادرنا لانها في مقامات اهل البيت السامقه تضعفونها وترفضونها ولماذا تذهبون الى نصوص الزيارات والادعيه التي هي في كتبنا وبلاغتها واضحه وفصاحتها بينه انه كلام ائمتنا واسانيدها موجوده لكن خللا ما بحسب قذاراتكم في تلك الاسانيد تضعفونها وترفضونها ولا تقبلون الاحتجاج بها ولا تنشرونها وتمنعون اتباعكم ان يعملوا بها لماذا حينما تحتاجون الى روايه لتضليل الناس والضحك على ذقونهم تاتوننا بروايه ضعيفه في مصدرها وسندها فتضحكون على الناس بها من هو المدلس ومن هو الكذاب يا رشيد انت ومراجعك المدلسون وانت ومراجعك الكذابون لا تعرف قراءه الروايه بالفاظها الصحيحه وانا متاكد من انك لا تعرف ان الروايه ضعيفه لا في مصدرها ولا في سندها فانت اجهل من ذلك فهذا الامر يحتاج الى اطلاع موسوعي والى تحقيق في المصادر والاسانيد والكتب وانت اجهل من ذلك بكثير لكنني اقول لك من انك على منهج مراجع النجف بحسب مراجع النجف هذه الروايه ضعيفه وضعيفه جدا من جهه المصدر ومن جهه السند فلماذا تضحكون على الناس بالروايات الضعيفه واذا كنتم تقبلون روايات من المصادر الضعيفة ومن دون اسانيد اذا لماذا ترفضون احاديث اهل البيت في الكافي وغير الكافي من كتبنا المعتبره في مقامات الائمه وترفضونها وتشككون فيها انني اتحدث عن الخوئي عن محمد باقر الصدر عن السيستاني وعن بقيه المراجع من الاموات والاحياء اليس هذا من الضحك على الذقون حينما تحتاجون الى روايه ضعيفه تاتون بها وحينما تريدون ان تشككوا في مقامات اهل البيت تظهرون قواعد علم قنادركم قواعد علم الرجال كي تدمروا احاديث اهل البيت أنت حمار يا رشيد هؤلاء يضحكون عليك حملوك رواية ضعيفة المصدر وضعيفة السند وأنت عاجز عن قراءتها بشكل صحيح هل ثبت أنك حمار أو لا؟ هل هذا يكفي القضيه لا تقف عند هذا الحد يا رشيد فانت يا رشيد فسرت السطر الاول من الروايه اعلم يا رفاعه ان هذه الاماره امانه فمن جعلها خيانه فعليه لعنه الله الى يوم القيامه انت فسرتها بالذي ياخذ المسؤوليه على عاتقه شنو امانه هكذا تقول الحكم امانه المنصب امانه المسؤوليه امانه اللي أخذ هاي المسؤولية وصعد إلى المنصب وتمسك واستلم إذا كان بناء أن يخون يلعب فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة إلى آخر كلامك سأعيد كلامك مرة أخرى بعد أن أنهي حديثي كي يقارن المشاهدون بين ما اقوله وبين ما قلته انت كي نعرف من هو الحمار انا ام انت من هو الكذاب انا ام انت من هو المدلس انا ام انت فاذا ثبت انك كذاب ومدلس وحمار ثبت ان مرجعك كذاب ومدلس وحمار فانت رسوله الى الشيعه والرسول عقل المرسل كما يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نذهب الى فاصل عن ابي خالد الكابولي قال سألت ابا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا فقال يا ابا خالد النور والله, والله الأئمة من أهل, من أهل محمد صلوات الله عليهم عليه عليه إلى يوم القيامة وهم والله نور الله الذي أنزل, أنزل وهم والله, والله نور الله في السماوات وفي الأرض والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم والله يا ابا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا فاذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وامنه من فزع يوم القيامه الاكبر السطر الثاني من الروايه ومن استعمل خائنا فان محمدا صلى الله عليه واله بريء منه في الدنيا والاخره ماذا يقول رشيد هذا المسخره هو ومرجعيته المسخره ماذا يقولون يضحكون عليكم هسه الكلام ان احنا قسم الروايه قطع السياق السياق واحد الرواية تتألف من سطرين والسياق واحد فهو جعل السطر الأول للمسؤولين وجعل السطر الثاني لأهل الناصرية للشروقية كي يضحك عليهم هسه الكلام إن إحنا ومن استعمل خائنا يلا هاي واحد يقول شنو يعني من استعمل خائنا يعني الانسان اللي يصعد الخائن ينتخب الخائن ويرشح الخائن ويؤيد الخائن ويدعم الخائن ويصفق للخائن ويمشي وراء الخائن ذولا شنو؟ ومن استعمل خائنا فان محمدا صلى الله عليه واله بريء منه في الدنيا والاخره هو لو انت حمار اذا اردت ان احسن الظن بك وانت كذلك لو انت كذاب شيطان مدلس وربما انت تجمع الاثنين فانت جاهل وكذاب مدلس هذه الكلمه استعملت ماذا تعني في لغه العرب قواميس اللغه موجوده والادباء موجودون وانا لا اتحدث في غرفه مظلمه انا اتحدث ببث مباشر عبر الاقمار الصناعيه وعبر الانترنت انا الان موجود على التلفزيون عبر الاقمار الصناعيه وموجود في الوقت نفسه ببث مباشر على الانترنت هذه الكلمه استعمله ماذا تعني في لغه العرب هذه الكلمه تاتي في سياقين ماده الاستعمال هذه تاتي في سياقين مره تاتي في سياق الحكومه والسلطنه والاماره ومره تاتي في السياق العام لحياه الناس اذا جاءت في السياق العام لحياه الناس مثلا في حياه كل واحد منا هناك حاجات وامور لا يستطيع القيام بها اما لعجزه او لانه لا يمتلك الخبره في القيام بذلك العمل فيطلب من احد ان يقوم بذلك العمل هذا الطلب تاره يكون بمال باجره ان يكون الذي طلب منه ان يكون اجيرا عنده وتاره ان يكون صديقا له ان يكون مساعدا معينا له اذا ما طلبت من احد ان يقوم لي بعمل لي بعمل انا احتاجه فطلبت من احد تاره باجره واخرى بامر مني لشخص يعمل في الدائره التي تكون كلمتي فيها مسموعه كان اطلب من ولدي او ان اطلب كان اطلب من ولدي او ان اطلب من عامل يعمل عندي بالنتيجه حينما استعمل احدا انني اطلب منه ان يقوم بعمل لي مره باجره واخرى من دون اجره هذا في السياق العام للحياه اما في جو الاماره والسلطنه والحكومه فانه شأن حكومي يقوم به الامير والحاكم والسلطان فانه يستعمل العمال يعني ان يعينهم فهذا التعيين يكون بامر واراده من السلطان من الامير فالاستعمال في اللغه يتحرك بهذين الاتجاهين في الحياه العامه هو طلب من شخص اخر ان يقوم بعمل لي مره باجره واخرى من دون اجره والاستعمال في سياق الأمراء والسلاطين والحكام هو تعيين من قبل الأمراء والسلاطين والحكام. كيف نشخص هذا؟ من القرائن الحالية والمقالية من القرائن من السياق فإذا رجعنا إلى سياق الرواية من السياق فإذا رجعنا إلى سياق الرواية هذه فإن الحديث في أجواء السلطنة والإمارة ولا علاقة للحديث بالاتجاه الثاني الذي هو في شؤون الحياه العامه اعلم يا رفاعه رساله من امير المؤمنين الذي كان خليفه من السلطان الى بعض قضاته الى مسؤول اخر اعلم يا رفاعه أن هذه الإمارة أمانة، هذه السلطنة وليس كما يقرأها هذا الأثول أن هذه الأمارة أن هذه الإمارة أمانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة ومن استعمل خائنا من هؤلاء الأمراء من هؤلاء السلاطين ومن استعمل خائنا الاستعمال هنا تعيين من قبل السلاطين ماذا فعل هذا الحمار او هذا الشيطان؟ ارجع الامر الى الناس الناس لا يستعملون المسؤولين الناس لا يعينونهم لان الاستعمال معناه التعيين ماذا حرف في المضمون يعني الإنسان اللي صعد الخائن هو من اللي عين السيستاني اللي عين هذه اللعنة على السيستاني مو على أهل الناصرية من اللي عين الكاظمي السيستاني عينه والكاظمي هو عين وزير الصحة وزير الصحة هو عين مدير صحة الناصرية هذا في جانب الإدارة أما في جانب البناء من اللي بنى العتبة الحسينية والعتبة العباسية من المسؤول عن العتبة الحسينية عبد المهدي الكربلائي من عينه السيستاني من المسؤول عن العتبه العباسيه احمد الصافي من اللي عينه السيستاني هو الذي استعمل الخونه الروايه هكذا تتحدث هذا مضمونها هذا حمار او ليس بحمار ماذا تقولون انتم انا قلت لكم اذا لم تقتنعوا بانه هو حمار وأن مرجعه حمار حتى أكمل حديثي وأنه هو الشيطان وكذاب ومدلس وأن مرجعه كذلك فابصقوا على صورتي بحق الحسين عليكم إذا لم تقتنعوا بهذه الحقائق أقسم عليكم بالحسين بنحر الحسين أن تبصقوا على صورتي التي أمامكم أو أن تبصق على صورته هو على صورته وصورة مرجعه هذا أمر راجع إليكم لا شأن لي بكم ومن استعمل خائنا من الأمراء فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة هذه البراءة تقود إلى اللعنة فهذه البراءة من محمد صلى الله عليه واله وهذه اللعنة على السيستاني وليس على اهل الناصرية الذين احرقوا بالنار احرقوا بالنهر في الدنيا قبل الاخرة احرقوهم احرقوهم بالنار وضحكوا عليهم ان جاءوهم هؤلاء الذين زاروهم في وفد العتبه الحسينيه والعباسيه هؤلاء كانوا يضحكون عليهم انا اقولها لكم لما انتشر هذا الكلام بين اهل الناصريه وتسرب من خلال المسؤولين في المحافظه في محافظه ذي قار من أن العتبة الحسينية والعتبة العباسية وراء بناء هذه المستشفى بهذه الطريقة التي سببت قتل النفس وحرقهم انتشر هذا الكلام وتحدث المتحدثون وجئتكم بمثال رعد النمساوي حتى حينما اعتذر لم يعتذر عن كل كلامه كان كلامه على طريقة اتمضرط الامامنا أنا لا أعبأ بكل هذا فقد تابعت الموضوع مع أناس في العتبة الحسينية والعباسية. وأنا لا أتحدث عن أناس يعملون في الحاشية. أنا لا أخذ بكلام الذين يعملون في الحاشية. إنما أخذ بكلام الذين عندهم الوثائق عندهم الوثائق وعندهم الأدلة من الذين يعملون في المتن لا أريد أن أقول أكثر من ذلك لكنهم يملكون الوثائق الكلام الذي قاله رعد النمساوي كان صحيحا مئة بالمئة ليس لأن رعد النمساوي قد تأكد من الموضوع بنفسه لكنه نقل الكلام عن عامة أهل الناصرية الذين اخذوا الكلام من خلال التسريبات من مسؤولي المحافظه ومن بعض السياسيين من بعض الاحزاب بسبب الخلافات فيما بينهم فتسربت المعلومات وهذه المعلومات حقيقيه اتعلمون التفاصيل بالاجمال ساقول لكم هناك اموال طائله كثيره بقيت في خزانه الحكومه المحليه هي اموال حكومه بغداد والحكومه المحليه ما تصرفت فيها سمع بها عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي فجن جنونهم جن جنونهم حينما علموا ان الحكومه المحليه ستعيد الاموال الى بغداد فركضوا على وجوههم وبذلوا قصارى جهدهم حتى اخذوا تلك الاموال واشير الى معلومه كي تعرفوا من انني لا اتحدث من الخيال اشير الى معلومه صغيره كي تعرفوا من انني لا اتحدث هكذا جزافا، الذي استلم الاموال من طرف العتبه الحسينيه عبد الواحد البير، هو مسؤول الاستثمارات في العتبه الحسينيه الى اليوم، وهو ابن خالة عبد المهدي الكربلائي، الذي استلم هذه الاموال، من العتبه الحسينيه ووقع عليها، هناك اوراق وتوقيعات ووثائق عبد الواحد البير ومن العتبه العباسيه من طرف احمد الصافي الذي وقع وكان حاضرا هو المسؤول المالي السابق للعتبة العباسية حسين جيلاوي المعلومات أمامي مكتوبة أنا لا أتحدث عن كل المعلومات أبديت هذه المعلومة كي تعرفوا من أنني لا أتحدث من فراخ ولا أتحدث من كلام قيل في الشارع او من تسريب سربه مسؤول في الحكومه المحليه في الناصريه او من حديث لخطيب على المنبر كحديث رعد النمساوي انا اتحدث ويدي مملوءه بالحقائق والوثائق لا اتكلم جزافا عندي المعلومات وعند التفاصيل فهذا الحريق وراءه السيستاني من جهتين من جهه البناء العتبه الحسينيه والعباسيه ولاحظوا ان العتبه الحسينيه على خلاف مع العتبه العباسيه لكنهما ذهبا في وفد واحد وعلى قلب واحد لأن المشكلة كبيرة وهي في ذمة عبد المهدي الكربلاء وفي ذمة أحمد الصافي أرادوا أن يدفعوا القضية عنهم ودفعوها الشيعة حمير حمير الشيعة حمير لابد أن نتفق على أن الشيعة حمير رجاء رجاء أعيدوا بث الوثيقة الديخية المرجعية السيستانية المباركة ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبة إليه قال توصل اطمئنا تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام قبل خمس سنوات قيل الساجد مش داعي أقول تركب أه. يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني يقول لك حركة صدور فقش ديخ عربي غشاش والناس عباط كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفت قال تركب مثل ما تركب فلان وقال ديخ لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعه لا في الواقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا اهل العراق الشفره وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئه انتهكوا الحرمه بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم, اعظم بلد بالعالم انتو بهالحين بشنو اعظم اسمع اعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتعالي حصرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تعالي حصرنا يا الربع ديخية ديخية هذا الوضع وادم مرضت بس احنا نادينا نادية واحد نادي فاستلموا الاموال من الحكومة المحلية وهي اموال طائلة اموال كثيره فاشترطت عليهم حكومه بغداد ان تنفق هذه الاموال في مشاريع لخدمه البلد فهم تعهدوا ببناء مستشفيات ببناء مستشفيات وفقا للمواصفات الصحيحه للمواصفات الاحترافيه ستاندرد ماذا فعلوا؟ فبنوا عده مستشفيات في عده محافظات بهذه الطريقه بطريقه الكرفانات أحد هذه المستشفيات التي كان من المفترض أن تبنى بحسب المواصفات الهندسية الصحيحة هو هذا المستشفى مستشفى الناصرية الذي احترق واحترق فيه أهل الناصرية هذه المعلومات بالنسبة لي ثابتة قطعا ولكن اقول لكم انتم تاكدوا من ذلك بانفسكم اذا كنتم راغبين في البحث عن هذا الموضوع لو كان عندي متسع من الوقت لفتحت تحقيقا في هذا الموضوع ومع ذلك اذا وجدت فرصه فانني ساعود اليه مثلما فتحت تحقيقا مفصلا في مجزره باب الرجاء يمكنكم ان تعودوا الى برنامج يا خادم الحسين اعرف ثم اخدم ستجدون عشر حلقات مفصله في تحقيق مفصل حول جريمه العتبه الحسينيه حول جريمه حكومه السيستاني في كربلاء حينما قتلوا زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه والسيستاني دلس ما دلس كاذبا سأعود إلى هذا الموضوع بشكل إجمالي في حلقة يوم غد كي تقارنوا بين جريمة مستشفى الناصرية وبين جريمة باب الرجع على أي حال أعود إلى الروايه ومن استعمل خائنا فان محمدا صلى الله عليه واله بريء منه في الدنيا والاخره الذي يستعمل الخائن هو الامير الروايه وحده متكامله والسياق واحد اعلم يا رفاعة ان هذه الامارة امانة ومن جعلها خيانة فعليه لعنة الله الى يوم القيامة، كيف يجعلها خيانة؟ ان يستعمل الخونة هذا هو المراد ومن استعمل خائنا ماذا تقول الرواية في بدايتها؟ اعلم يا رفاعة ان هذه الاماره امانة ومن جعلها خيانة فعليه لعنة الله الى يوم القيامه كيف يجعلها خيانة الحديث مستمر ومن استعمل خائنا فان محمدا صلى الله عليه واله بريء منه في الدنيا والاخره فاستعمال الخائن هي من اوضح فاستعمال الخائن هو من اوضح مصادق جعل الامانه خيانه فالاماره امانه والذي يجعلها خيانه عليه لعنه الله جعل الامانه التي هي الاماره خيانه لها العديد من المصادق من اوضح مصادقها هذا المصداق وهو استعمال الخائن، استعمال الخائن تعيينه لان الاستعمال هذا المصطلح اذا كان في سياق الاماره والسلطنه ياتي بمعنى التعيين. استعمل الامير فلانا اي عينه مسؤولا في الدوله استعمله اي عينه مسؤولا في الدوله لا انه طلب منه ان يقوم له بعمل هذا اذا كان الامير استعمل احدا في سياق حياته العاديه فانه يؤجر أجيرا كي يبني له جدارا مثلا في حياته العادية أما إذا كان في سياق الإمارة والسلطنة كما في الرواية هذه فإن الاستعمال هنا بمعنى التعيين فهمتم أو لا الاستعمال في جو الاماره والسلطنه تعيين والاستعمال في جو الحياه العامه هو طلب من احد اما باجره او بغير اجره ان يقوم بعمل لي لا استطيع القيام به فماذا تقولون انتم هذه الروايه امامكم وهذه اللغه وهذه الفصاحه وهذا البيان نذهب الى فاصل <applause> لا بد ان تعرفوا من انكم حين تنتخبون خائنا فانكم لا تستعملونه بغض النظر انكم ترتكبون حراما ترتكبون خطا بحق انفسكم هذا امر راجع اليكم انا اتحدث عن مضامين الروايه والحديث وعن اللغه والقوانين هذا الحمار لا يفقه لا في الاحاديث ولا في اللغه ولا في الشرع ولا في احكام الفقه ولا في القوانين ولا في السياسه هذا حمار يحمله سيده محمد رضا السيستاني وهو ايضا لا يفقه ذلك هو لا يفقه لو كان يفقه لما حمل هذا الحمار هذا الهراء هو الاخر لا يفقه فهم لا يريدون ان يفضحوا انفسهم ولكن هذا هو الذي عندهم هذه بضاعتهم مثل ما قلت سابقا المشكله ليست في اشخاصهم المشكله في المنهج الذي هم عليه منهج اعوج هذا المنهج مثل ذيل الشلب وهم مثل ذيل الشلب ليس لذواتهم لانهم يتمسكون بهذا المنهج منهج اعوج هذا منهج ناصبي منهج شافعي مسخ ليس منهجا شافعيا بالكامل ركبوه على حنفي على صوفي على قطبي على معتزلي هذا منهج مسخ منهج نهصبي قذر الذي عليه مراجع الشيعة منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة أربعمية وثمانية وإلى يومنا هذا وسيبقى هذا المنهج إذا لم يغيروا انا احدثكم وفي الوقت نفسه اضع الحقائق بين ايديكم سلوهم فليخرج محمد رضا السيستاني فليخرج كي يحدثكم على شاشه التلفاز ما هي الدوله عندهم والفضائيات الهم والاموال الهم والجيش الهم والناس الهم شم تانيين خلي يطلعون يبينون الحقائق هذا الذي اقوله ضلال خلي يبينوا لكم هذا ضلال اذا هذا حق ليش ما يمشون عليه ليش ما يمشون على الحق هالشكل يقول لكم: ومن استعمل خائناً يعني الانسان اللي يصعد الخائن، ينتخب الخائن، يرشح الخائن، ارجع القضية إلى الانتخاب والترشيح. أولاً: لستم أنتم الذين ترشحون أعضاء البرلمان. أعضاء البرلمان إما أن ترشحهم أحزابهم أو أنهم يرشحون أنفسهم، فالترشيح ليس بأيديكم، أنتم تنتخبون، حينما تنتخبون أشخاصا فأنتم لا تستعملونهم، الأمير هنا الدستور، الدولة هذه الشخصية القانونية المعنوية، الدولة الدستوريه التي روحها الدستور هي التي تستعمل هؤلاء فقوانين الانتخابات وقوانين الترشيح وقوانين الاحزاب تاتي في سياق سلطه الدستور التي هي سلطه الدوله فهذه القوانين صادرة من خلال الشخصية القانونية المعنوية للدولة الدستورية بحسب هذه القوانين يستعمل هؤلاء كمرشحين هذا استعمال تعيين بهذا العنوان لا يستطيع كل شخص ان يرشح نفسه هناك ضوابط هناك قوانين وبالتالي فإن الترشيح هو نحو من أنحاء التعيين نحو من أنحاء الاستعمال ولكن ضمن ضوابط معينة لا بد أن يخضع للانتخاب عملية الانتخاب هي عملية اختيار ضمن اطار التعيين من قبل الشخصية القانونية المعنوية للدولة الدستورية فالذي عين هنا الدستور صحيح انتم كنتم سببا في الاختيار حتى حتى اذا اردت ان اتجاوز الحقائق واقول من انكم كنتم جزءا في التعيين فلا يعني انكم قد قمتم بدور الاستعمال لهؤلاء الاشخاص فالبرلمان انطلق من الترشيح والترشيح نوع تعيين وفقا لسلطة الش والترشيح نوع تعيين وفقا لسلطة الدولة القانونية الدستورية التي هي شخصية معنوية قانونية الناس تأتي كي تنتخب ومع ذلك حتى إذا أردنا أن نقبل بأن الانتخاب هو استعمال وهو بعيد عن اللغة وبعيد عن القانون فجلسوا في البرلمان فجلسوا في البرلمان وعينوا رئيس الوزراء، لكن في العراق ليس كذلك، الذي يعين رئيس الوزراء بغض النظر عن الانتخابات، بغض النظر عن ترشيح الناس، الذي يعين رئيس الوزراء السيستاني، السيستاني يتجاوز الدستور. ويتجاوز القوانين، هو شخص إيراني بحسب الدستور العراقي وبحسب القوانين التي يعمل بها لا حق له أن يتدخل في حكم العراق لكنه يتدخل في كل شيء وهو الذي يعين رؤساء الوزراء حتى حتى لو كنتم انتم قد استعملتم نواب البرلمان فان نواب البرلمان لم يرشعوا ولم يعينوا ولم ينتخبوا رئيس الوزراء بشكل حقيقي في البدايه يعينه السيستاني وبعد ذلك يصوتون عليه أما هذا العر والجر هذا ضحك على الذقون يعرون ويجرون وبعدين محمد رضا السيستاني يعين لهم رئيس الوزراء وتنتهي الحكاية فتعيين رئيس الوزراء من قبل السيستاني ورئيس الوزراء يعين يستعمل وزير الصحة ووزير الصحة يستعمل مدراء الصحة في المحافظات. والسيستاني هو الذي استعمل عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي في العتبتين، وهؤلاء هم الذين يستعملون الاشخاص من دونهم من بعدهم من المسؤولين. فالمسؤولية كلها في رقبة السيستاني هذا يضحك عليكم هذا رشيد الحسيني رجاء أعيد بث الفيديو فلذلك نحن في الواقع إذا أردنا أن نصلح أمرنا يعني شوفون هاي حسب تعبيرنا هاي الحوادث قبل شهر ما أدري المستشفى الخطيب صار حريق وحوالي مئة إنسان بريء مسكين فقير مريض احترق وتفحم أمس في مستشفى أيضا في ذي في الناصرية أيضا يقال أنه عشرات الناس ذهبوا ضحايا وتفحموا ما تنتهي إخواني ليش ما تنتهي ليش وين الخلل 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 أننا في الواقع ابتعدنا عن الرسم رسم الله حتى شيء تعبيري ابتعدنا عن خطة الله خطة الله إذا ابتعدنا عنها هذا اللي موجود شو نسوي إحنا واحد يقول شو نسوي يلا بين لنا فت القضيه اللي إحنا نريد نغير تغيرون راح أقرأ لكم رسالة رسالة كتبها أمير المؤمنين لقاضيه في الأهواز الأهواز الإمام أمير كان خليفة المسلمين وكانت المنطقة اللي على حال انتشر فيها الحكم الإسلامي تقريبا خمسين دولة بالخرائط اللي الآن موجودة قاضي من قضاة منين في الأهواز اسمه رفاعة اسمه رفاعة ايش كتب لأمير منين اسمعوا هاي الرسالة إخواني إذا أكو اتصالاتهم أخروها شوية حتى أتكلم عنها الرسالة هاي لو سمحت. كتب له أمير المؤمنين أن يا يارفا... اعلم يا رفاعة اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة أن هذه الأمارة شنو؟ أمانة الحكم أمانة المنصب أمانة المسؤولية أمانة اعلم يا رفاعة أن هذه الأمارة أمانة فمن جعلها خيانة فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. اللي أخذ هاي المسؤولية وصعد إلى المنصب وتمسك أو استلم المنصب إذا كان بناء يخون يلعب فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. لعنه الله تعرفون شو لعنه الله يعني رب العالمين يبعد عن رحمته ما راح يشوف الخير لا في الدنيا ولا في الاخره بعد هذه ان هاي الفقره الاولى كانت للمسؤولين انه ايها المسؤولون ان لم تكونوا مؤتمنين فعليكم لعنه الله الى يوم القيامه هاي كلمه امير منين هسه الكلام ان احنا ومن استعمل خائنا يلا هاي واحد يقول شلون يعني من استعمل خائنا؟ يعني الانسان اللي يصعد الخائن وينتخب الخائن ويرشح الخائن ويؤيد الخائن ويدعم الخائن ويصفق للخائن ويمشي وراء الخائن، ذول شنو؟ ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة لكن اللي يصعد للمنصب هو خائن وهو إنسان عليه حال ما يلتزم بالأمانة وما يمشي عدل عليه لعنة الله والله راح يجازي أما إحنا اللي نستعمل الخائن نستعمل الخائن يعني إحنا اللي نجيبه إحنا اللي نخليه احنا اللي نرشحه احنا اللي ننتخبه هذا اللي لابد الانسان ان يكون ماذا دقيقا على انه لما نرشح واحد لما ننتخب واحد لما ندعم واحد شوفوا اصلا انت من تقعد تدعم واحد من الصفق الواحد من تحضر ما ادري بمجاميع واحد خائن فإن, فأن, فإن محمداً صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخر لحظة أخذكم إلى اتجاه آخر يضحك عليكم هو لا يحسن قراءة الرواية والرواية بحسب منهجهم ضعيفه جدا 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 ضعيفه من جهه المصدر ولا سند لها اطلاقا ثم حرف معناها بالكامل فالسياق واضح ومن استعمل خائنا من هؤلاء الامراء وهي تنطبق انطباقا كاملا على السيستاني الذي يعين رؤساء الوزراء ويعين المسؤولين المعممين في العتبات المقدسه وفي سائر المؤسسات الاخرى التابعه لمرجعيته فكل التعيينات من عنده في اجواء العمائم وفي اجواء السياسيين فهو الذي يستعمله الناس لا يستعملون احدا وحتى اذا قلنا من أن الانتخاب استعمال وهو ليس كذلك، هو ليس كذلك. لا في اللغة ولا في القانون، ولكن لنترك اللغة والقانون. فنقول من أن الانتخاب استعمال، ما هو الذي هجري في العراق لا علاقة له بانتخاب الناس ولا بترشيح المرشحين. القضيه كلها بيد السيستاني عادل عبد المهدي من الذي رشحه هل رشح للانتخابات لم يرشح للانتخابات من الذي انتخبه هل له من مقعد في البرلمان هل له من حزب والكاظمي كذلك والذين قبله كل رؤساء الوزراء منذ 2003 والى الان بتعيين من السيستاني نفسه بشكل مباشر فهو الذي يستعمل رؤساء الوزراء ورئيس الوزراء هو الذي يستعمل يعين الاستعمال تعيين هو الذي يستعمل وزير الصحه ووزير الصحة هو الذي يستعمل مدراء الصحة في المحافظات والأمر هو هو في المؤسسات الدينية فالسيستاني هو الذي يستعمل عبد المهدي الكربلاء في العتبة الحسينية وهو الذي يستعمل أحمد الصافي في العتبة العباسية فهذا النص ومن استعمل خائنا فإن محمدا صلى الله عليه وآله بريء منه في الدنيا والآخرة في الواقع الذي نعيشه في الواقع الشيعي العراقي ينطبق بدرجة مئة بالمئة على السيستاني وعلى ولده محمد رضا وهذا حمار هذا الذي أمامكم لاحظوا ماذا قال للمشتغلين لكادر القناه اخواني اذا اكو اتصالات هم اخروها شويه حتى اتكلم عن هالرساله هاي لو سمحتوا لانه يريد ان يوصل هذا التدليس السيستانيه للمشاهدين اخذكم بعيدا اخذ الناس بعيدا لاحظوا اللعبه التي يلعبون بها عليكم من جهه ارسلوا لكم وفدا من العتبه الحسينيه والعتبه العباسيه وجاءوكم باعلام من الأعلام الموجودة التي يصنعونها في العتبة الحسينية والعباسية يعني هذه الأعلام لم تكن قد علقت على القبة الشريفة أبداً هذه أعلام إلى الآن لم تعلق في مكان من اماكن العتبتين اعلام جديده هذه يضحكون بها عليكم واعطوكم مقدارا قليلا من المال وجلسوا يتباكون وجلسوا يتباكون معكم يتبشبشون ذوله هتليه شياطين هتليه سرسريه شياطين من اعوان السيستاني يضحكون عليكم او رحوا وعصروا رعد عد النمساوي لانه حكاله حكايه مال اوادم وجاكم قام يمضرب بعدين قام يمضرب وأخرجوا لكم هذا الحمار الأثول بهذه الطريقة الغبية بس وين يرحون القمر موجودة سونار آل محمد موجود أي مرجع جيب ذبة بهذا السونار ونطلع لكم خياسة كله كل جيفته كل خياسة أي مرجع جيبوه من الأموات من الأحياء من مراجع النجف وكربلاء ذبوب السونار في سونار القمر كل خياسة وجيفتة ونجاستة تطلع والواقع بين أيديكم الآن أنتم أحرار تردون تبصقون على صورتي بالتلفزيون وبصقوا أو أو تبصقون على صورهم ياهو الحمار ياهو الكذاب وياهو المدلس الحكم اليكم وللحديث صلة لا زال الحديث متواصلا نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان الله